نتكلم عن المحرق، او عفوا عن لقاء الشرقي والمنامه. طبعا الشرقي وصل لهذا الدور بعد تخطي البحرين في دور الثمانيه، في دور عفوا ثمن النهائي بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لهدف. اخر مباراه لعبها الشرقي مع الحاله، خسر في تلك المباراه بهدف نظيف. المنامه وصل لهذا الدور بعد تخطي قلالي بهدفين نظيفين. واخر مباراه للمنامه في الدوري تعادل مع الحد، بعد ان كان الفريق متقدم او متاخر بهدف، تقدم بهدفين وعادل النتيجه الحد في الرمق الاخير. يعني ابو فراس نقدر نقول ان الفريقين جايين من نتائج غير مرضيه لهم. بالضبط، يعني الفريقين اكيد خلال الاربع الخمسه ايام اللي سبقت هاي المباراه اكيد كان عندهم امور نفسيه اكثر، بالذات فريق الرفاع الشرقي كان خاسر من الحاله وابتعد شويه عن الفرق المقدمه، اضافه طبعا منامه كان ند قوي مع فريق الرفاع، لكن التعادل في الرمق الاخير مع نادي الحد اكيد اثر نفسيا بمناسبه تعادل مسيره خاسر الدوري يعني طبعا اكيد، لكن مباريات الكؤوس تختلف تماما، الاعداد له يختلف، الطموح يختلف، يعني احيانا ممكن تكون حتى الاهلي الان في مؤخره الدوري، لكن مباراه باكر ممكن تكون مباراه حاسمه على اساس انه يواصل في كاس الملك، كاس جلاله الملك يختلف تماما عن الدوري بكل ظروفه بكل حيثياته، ما في فريق صغير وفريق كبير، لكن مثل ما قلت لك قبل شوي ان هاي الفرق الاربعه هي من افضل الفرق حاليا في الدوري لحد الان، لكن تعرف مباريات الكؤوس قد تختلف تماما، في خاصه اذا الفريق عبر الدور الثاني راح يكون مع في مباريات كاس الدور الاربعه والنهائي بيكون بعد التسجيل الشتوي، فاكيد شكل الفرق راح يتغير، فبالتالي اليوم مباراتنا اليوم مباراه يعني بتكون المنامه مثل خلينا نقول مباراه الجريحين، لكن نفصل الدوري عن مباراه اليوم، الفريقين عندهم الطموح، الفريقين ذاقوا حلاوه كاس جلاله الملك، بالذات يمكن الشرقي طموحه كان اكبر في هذا الموسم، خسر كاس سوبر مع الرفاع، لكن اليوم عنده عمليه تعويض، خاصه انه هو يعني يمتلك مدرب معاه صار له سنتين، لكن استقرار عنده استقرار فني، اضافه نعم. طبعا المنامه عنده استقرار فني، اللي يميز المنامه نوعا ما عن الشرقي الشرقي هو الاستقرار في التشكيل وجرأة مدرب المنامه تشطل في الناحيه الهجوميه اكثر من فلورين الرفاع صحيح. الشرقي. طبعا دور ال 16 كابتن حسن، اعتقد انه يمكن تكون في مفاجآت، احنا وصلنا لدور الثمانيه الفرق كلها مؤهله انها تتأهل لدور نصف النهائي، فالمفاجآت مستبعده من هذا الدور. ابو عبد الرحمن، يمكن في مفارقه يعني انا اليوم شفتها، السابع فرق من اللي موجودين في دور الثمانيه سبق انهم تتوجوا بكاس جلاله الملك باستثناء نادي الخالدي اللي هو حديث التأسيس، واللي يمكن العناصر اللي يمتلكها انا من ارشح انه يوصل للمباراه النهائيه مع انه هو حديث التأسيس، لكن كل الفرق اللي بتلعب في دور الثمانيه سبق ان هي توجت بطوله كاس جلاله الملك. ما في بطل جديد نقدر نسميه او ان نستبعد ان اي فريق ممكن يحدث الوحيد مفاجاه. الوحيد بيكون الفريق الخالديه اذا وصل، يعني اذا وصل المباراه النهائيه انه هو يتوج باللقب، وانا ارشح انه بحكم العناصر الموجوده في الفريق والاهتمام بالفريق. اي صحيح، يعني الشق الثاني من الجدول انا اشوفه اسهل من الشق اللي بنلعب فيه اليوم، يعني اليوم الفائز مباراه المنام والشرقي راح يلعب مع الفائز مباراه المحرق والرفاع، فيمكن هو واحد من اقوى ادوار الثمانيه في تاريخ كاس جلاله الملك اللي انا شفتها، يمكن هو واحد من اقوى الادوار. لكن اذا بتكلم عن مباراه اليوم، يمكن الفريقين متشابهين في الاسلوب، المدربين يمكن عندهم نفس النهج اللي هو يعتمد على الاسلوب الدفاعي بشكل اكبر، اوفياء لاسلوبهم المدربين، ما يغيرون يعني النهج ما يتغير سواء ان الفريق يعني مقدم مستوى عالي او الفريق متذبذب مستوى. المنامه هجوميا اخطر؟ المنامه هجوميا اخطر، لان في شغله تفرق في المنامه اللي هي وجود هداف الدوري اللي هو مهدي عبد الجبار. وجود محمد الرميحي قبل لا يكون في موضوع الايقاف، يمكن محمد ما حط بصمته في الفريق السنه لان مستوى كان يعني ما كان المحمد اللي احنا نعرفه، لكن الشيء اللي فرق
وجود مهدي عبد الجبار، مهدي اليوم يمكن يمتلك من عقب وجود ريكو مع المحرق، مهدي عبد الجبار يمتلك أفضل معدل تهديفي في كل مباراة يفوق الواحد 1.1، عنده 8 أهداف في 7 مباريات، هاي معدل ما شفناه من فترة طويلة. اللي كان يتميز ريكو فيه في المواسم اللي كان يلعب فيها في الدوري البحريني في, 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 في المحرق، في المحرق. كان يلعب في المحرق، صحيح. كان في أوج مستوى إنه هو قدر يجيب هذا الريكورد. فأنا أشوف مباراة راح يكون فيها انضباط تكتيكي بشكل كبير، راح يكون فيها صلابة دفاعية، تحفظ من الفريقين، وراح يكون في صبر في الفريقين. الفريقين يمتلكون الصبر انهم ياخذون المباراه يمكن حتى لنهايه المباراه يمكن ياخذونها، لان يلعبون على الاخطاء والمساحات. فانا شخصيا اشوفها مباراه راح تكون شويه متحفظه، ما راح تكون مباراه مفتوحه، بحكم ان الفريقين يمتلكون نفس الاسلوب اللي هو الاسلوب الدفاعي بشكل صحيح. اكبر دائما نقول ابو فراس ان مباريات الكؤوس ما تخضع لقوانين مباريات الدوري، ولكن المنامه قادم من خساره امام الحاله، فقدت الصداره اليوم، هل ممكن انه يندفع هجوميا من بدايه المباراه عطفا على لا شوف شوف مباريات الكؤوس دائما كمدربين دائما يكونون حذرين، لان انت اليوم تلعب بنظام يختلف عن العام الماضي، تلعب من فرصة واحدة من مباراة واحدة، حتى وقت إضافي ما موجود على طول، بتروح إلى ركلات الترجيح. فبالتالي أنت محتاج مثل ما قال كابتن حسن، أن محتاج الصبر، محتاج الانضباط، محتاج التركيز العالي جدا في 90 دقيقة، تنلعب على جزئيات بسيطة. المباريات مثل هذه خاصة الفريقين في مستوى واحد تقريبا، يعني بغض النظر عن الفارق النقطي في الدوري، لكن الفريقين يمتلكون العناصر اللي ممكن تقدم المستوى. الشرقي فريق مزاج، يوم تشوفه في أحسن مستوياته ويقدم مباريات عالية، وأحيانا يكون مستوى متذبذب. المنامة نوعا ما في استقرار أكثر في المستوى، أحيانا ما يعيب المنامة هو في نهاية المباريات يتراجع للدفاع، يفقد التركيز أكثر، يفقد التركيز لأنه يتراجع للحفاظ. مثلا لا مو أبدا، يمكن المدرب يطلب منهم أنه المحافظة على الهدف، وأنت لما تكون محافظ على الهدف تقبل الأهداف. فبالتالي اليوم مباريات اليوم ما 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 في حتى المعايير، حتى لو كان مستوى الفريقين بعيدين، يمكن حتى شفنا في مباراة المحرق والمالشي، شوف شلون المالشي كان وايد خطر على المحرق رغم انه في فرق درجة ثانية. في مباريات الكؤوس ما لها مقاييس، لكن مباراة اليوم يمتلكون كل العناصر اللي موجودة. المنامة بالنسبة لي أنا حسب 7 مباريات اللي صارت، هو يمكن قد يكون الأفضل والأجهز، لكن أكيد خسارة الشرقي في مباراته مع الحالة أعطت فلورين يعني صورة أوضح. يمكن حتى اليوم هو مغير شوي في التشكيلة، بادي بدايركت بسامي الحسيني، وهي أول مرة دائما سامي يكون على الدكة بديل يدخل آخر 20 دقيقة، لكن اليوم بادي فيه مباشرة، معناها عنده النزعة الهجومية، سواء بيكون يمكن مع مارتن ثنائي في الهجوم، لأنه يعيب عليه انه هو الكل يتكلم عليه انه هو مدرب دفاعي. يعني دفاعي وما عنده الجراه في النزعه الهجوميه، قد يكون اليوم يغير في اسلوبه، ولو كان يكون صعب، لان المنامي يمتلك يعني مهدي عبد الجبار هجوم خطر، اضافه الى عيسى موسى، اضافه الى يعني الحلاق وورد السلامه، ذلين يعني صناع لعب ممتازين، وفي قدامهم هداف. فبالتالي هو بين نارين فلورين اليوم، هل يجازف وهاجم ويفتح الملعب حق المنام، وهذا صعب في مباريات الكؤوس، او انه هو ينكمش ويلعب على المرتدات، وهو عند يعني العنصر او عند الادوات اللي ممكن يلعب فيها على المرتدات ويغري المنامه في الهجوم. بس يعني هو على اساس انه متعود بالمنظومه الدفاعيه، بس هل منظومه الشرقي الدفاعيه افضل من المنامه؟ لا ما اعتقد، اعتقد الفريقين يمتلكون نفس المنظومه، يعني في على ناحيه القوه والصلابه الفريقين يمتلكون نفس الصلابه، في استقرار يمكن من عقب اصابه الخياط، يمكن احمد عبد النبي هو اللي خذ مكان الخياط في الدفاع. غير كذي خطوط الدفاع يعني في المنامه وفي الشرقي مستقرين، خط النص يمكن في تغييرات اكثر في الشرقي في التشكيل،
في خط النص والدفاع. يمكن الفريق ككل، لكن المنامة يمتلك استقرار كامل على التشكيلة، ما التشكيلة المثالية اللي يلعب فيها المنامة. تأكيدا على كلام بفراس موضوع المنامة يفقد الجانب الذهني، المنامة استعان في معد ذهني صحيح اي باقري اي استعان فيه اساس انه هو يحاول يرتب شوية اوراق اللاعبين في الامور الذهنية، لان شفنا الامور تكررت من العام، الموسم اللي طاف المنامة ضاعت عليه نقاط كثيرة بسبة اهداف تيع في الدقائق الاخيرة، وحين هو مضيع الصدارة، ضيع الصدارة، يعني هو ضيع صدارة امام يمكن فريق انت اذا ضيعت امام الصدارة صعب انك انت تاخذها منه مرة ثانية. والتوجه الحين ان الاعداد الذهني علشان ما يفقد ايضا كاس جلالة بالضبط، لان انت هني ما عندك مجال تعوض، ما في اشواط اضافية وما في اشواط اضافية. يعني انت مثلا اذا بتلعب اضافي بيسجلون عليك، عندك ليزال عندك شوط اضافي ثاني، لكن انت هني من عقب الوقت الاصلي بتروح لركلات الترجيح، فما عندك مجال تخطأ بتاتا. فالامور انا ينحسب حق الجهاز الاداري انه استعان بالمعد الذهني، لكن كأمور دفاعية أنا أشوف الفريقين يمكن مركزهم في الدوري يثبت أنهم من الفرق الجيدة، المنامة في المركز الثاني والشارقي في المركز الثالث، لكن نشوف في تذبذب في مستوى الشارقي للأمانة، في تراجع مخيف في المستوى الشارقي. وأنا أحس أن اليوم هي الفرصة الأخيرة لفلورين متروك على أساس أنه هو يتدارك الوضع، أو أنه يعدل موقفه وان تكون لاخر مباراه، يعني انا اتوقع شيء صحيح. ايضا على جانب المنامه يدخل اللقاء زياده على انه هو متعثر وفاقد الصداره، على في اعتبار انه راح يلعب مع المحرك في المباراه القادمه في الدوري، وايضا مع الرفاع، واليوم مباراه مهمه امام الشارقي. لا شوف، هو في انسى الدوري اليوم هاي قلت لك بطوله خاصه، تأهل بطولة انت تتأهل، وبعدين اللي يجيك انت لازم كل مباراة تتعامل معاها. لما دائما المدربين يقول لك خلنا امشي خطوة بخطوة، ركبت الاعتبي الاولية الثانية الثالثة ما ادري ايش بيجيني عقب، لكن في النهاية انا خلنا اثبت روحي في على الاقل في دور الاربعة، يعني المحرق او يعني الرفاع ذاك الوقت لكل حادث حال، خلنا اطلع من اليوم يعني. فبالتالي انت اذا طلعت اليوم قلت لك انا ممكن اشياء وايد تتغير، المنام يمكن قد يكون يسوي انتدابات ثانيه، قد يكون المتاهل سواء كان الرفاع او المحرق سواء حق المنامه او حق الشرقي ايضا قد يكون غير لاعبينه. فبالتالي انت اليوم خليك في مباراه اليوم، اطلع منها وبعدين فكر في اللي بعدها. مباراة اليوم يعني طبعا اكيد انا مثل ما قلت لك من شوي ان المنامة هو الاقرب، يعني بمجمل السبع مباريات اللي شفناها، لكن تبدا مباريات الكؤوس لها اعتباراتها، لها مفاجاتها، لها كثير من الامور قد تكون على الورق المنامة، لكن في المباريات الكؤوس احيانا خطا بسيط ساذج من مدافع من مهاجم اضاعت فرصه كذا ممكن تفوتك المباراه. فبالتالي هاي المباريات تحتاج مثل ما قلت لك صلابه ذهنيه دقيقه لمده 90 دقيقه اللي انت بتلعبها، وركلات الترجيح اذا وصلت لها هذه يسمونها ركلات الحظ. انت في النهايه عندك 90 دقيقه، افتراض ان انت عندك ادوات تستفيد منها كمدربين سواء كان شطل او فلورين، انهم يحطون الطريقه ان شلون توصل انت للمرمى وتسجل، على اساس ان انت في النهايه اذا سجلت راح تحط الفريق المنافس تحت الضغط. واذا رجحنا المنامة على الورق ايضا زد على ذلك ان الرفاع الشرقي في اخر اربع مباريات ما فاز الا في مباراه واحده على الاهلي. اليوم تركيزه بيكون على كاس الملك ايضا من خلال ابتعاد عن الصداره. صحيح الفريق حسابيا في الدوري موجود، لكن انا اشوفه بعيد عن المنافسه للامانه. المحرق جاي المحرق، انا قبل يمكن نطلع على الهواء كنت اتكلم مع ابو فراس ان المحرق ما عنده مجال انه هو يخسر نقاط، يعني خسرت نقطتين مباراه البدايه الاخيره خلتها في موقف محرج، فكل مباراه بيلعبها للفوز. فانا اشوف فريق الشرقي حسابيا موجود في الدوري صحيح، لكن انه هو في المنافسه مع المستوى الحالي انا اشوفه بعيد شوي. صحيح. الاسماء من يعطينا تشكيله الفريق؟ الملام يلعب بالتشكيله المثاليه، عمار في الحراسه، احمد نبيل وفارس النهوض في خط الدفاع، فرانكوني، محمد احمد في الاظهره، احمد موسى ومهدي عبد اللطيف في نص الملعب، عيسى موسى
ومحمد الحلاق في الأطراف، قدامهم يلعب وارد السلامة، وفي خط الهجوم مهدي عبد الجبار. أفضل عناصر ومثالية تعتبرها كابتن حسن. هذه تشكيلة المنام المثالية اللي مستقر عليها الكابتن يمكن من الموسم اللي طاف. نعم، بالنسبة عن الشرقي ذكرت بفراس أنه عنده شوي جرأة هجومية بإدخال سامي الحسيني كأساسي في التشكيلة. بالضبط، يعني كان حمد الدوسري، عمر دعي، وأحمد عبد النبي، ولينار، وليث، هو نفس خط الدفاع اللي يلعب فيه. عنده تغييرات في وسط الملعب، جاسم خليف وعلي ناصر، وخليفة لافي اليوم بادي فيه، وبعدين حاط لك مارتين وسامي الحسيني كان في المقدمة. أنا أعتقد أن هي عندها نزعة هجومية أكثر من المباراة اللي راحت. صحيح. إن شاء الله نتمنى أن نشوف مباراة جيدة. شكل أن الفريقين أو المدربين عندهم الطموح أنهم يطلعون بالمباراة، أتمنى أن تكون مباراة هجومية أكثر من التحفظ. أتمنى أيضا التوفيق للطاقم التحكيمي اللي يدير هذه المباراة بقيادة حكم الساحة عيسى عبدالله، والمساعد الأول فيصل علوي، المساعد الثاني صلاح جناحي، وحكم الحكم الرابع عبد العزيز الشريدي، مقيم الحكام خالد العلام، ومراقب المباراة جاسم محمود. السيناريو في الربع ساعة الأولى حسن مثلا تحفظ الفريقين، بيكونوا متحفظين الفريقين، راح يكونون يلعبون في الخلف، كل فريق يقرأ الثاني، وأنا أتوقع شوط سلبي. أتمنى ما يكون أداء سلبي، أنا كنتيجة أتوقع سلبي. تأييد أبو هراش؟ أنا أتوقع أن بيكون في هدف في المباراة في الشوط الأول. هدفين في الشوط الأول. هدف في الشوط الأول. هدف واحد. إذن هاي توقعات وتحليلات محلل قناة البحرين الرياضية كابتن غازي الماجد وكابتن حسن المساوي. ننتقل لمعلق المباراة محمد سويد ونعود لكم بين شوطين المباراة. نذكر بالمباراة اللي بعد هذه راح تجمع المحرك بالرفاع، تابعونا على قناة البحرين الرياضية. تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الكرام، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، وهذه أجمل وأرق تحية مني أنا محدثكم محمد سويد، أحييكم من هنا من استاد البحرين الوطني، ومع أولى مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك في النسخة رقم 45 في الموسم الرياضي 2021-2022. المباراة اللي راح تبدأ بعد قليل وتجمع الرفاع الشرقي والمنامة هنا على استاد البحرين الوطني، مباراة بقيادة الحكم عيسى عبد الله، المساعد الأول فيصل علوي، المساعد الثاني صلاح جناحي، الحكم الرابع عبد العزيز شريدة، مقيم الحكام خالد العلان، مراقب المباراة جاسم محمود. مع بداية شوط المباراة الأول واضح أصحاب القمصان البيضاء، الرفاع الشرقي في الجهة اليسرى، على اليسار السادة المشاهدين، في حين نادي المنامة بالقمصان الزرقاء في الجهة طبعا الشرقي في الجهة اليمنى بالقمصان البيضاء، والمنامة بالقمصان الزرقاء في الجهة اليسرى. مباراة لا شك هامة، وتأتي في بطولة غالية جدا علينا كرياضيين وكلاعبين وكجماهير وكأندية، مسابقة أغلى الكؤوس، مسابقة كأس جلالة الملك، وبالتالي المباراة لا شك تعد مرتقبة، وهي أولى مباريات الدور ربع النهائي في مسابقة أغلى الكؤوس. الآن بالنسبة لتشكيلة الرفاع الشرقي في حراسة المرمى، حمد الدوسري في خط الدفاع، ليث هاشم، أحمد عبد النبي، ليوناردو فرانسيسكو الأرجنتيني، وعمر دعيج في خط النص، وجود جاسم خليف، علي ناصر، سعيد مرجان، وعلى الطرف الأيمن خليفة عيسى، وعلى الطرف الأيسر البرازيلي لويس، وفي خط الهجوم سامي الحسيني. بالنسبة لتشكيلة نادي المنامة في حراسة المرمى، عمار محمد، وفي خط الدفاع فرانكوني، محمد فارس أرناؤوط، وكذلك أحمد نبيل ومحمد أحمد، وخط نص نادي المنامة مكون من مهدي عبد اللطيف، أحمد موسى، وعلى الطرف الأيسر عيسى موسى، وعلى الطرف الأيمن محمد الحلاق، وأمامهم ورد السلامة، والمهاجم والهداف هداف دوري ناصر بن حمد مهدي عبد الجبار، واللي طبعا يصدر هدافي دوري ناصر بن حمد بثمانية أهداف. لا شك من سيكون ومن سيظفر بالبطاقة الأولى ويتأهل إلى الدور السيمي فاينل، الدور قبل النهائي في مسابقة كأس جلالة الملك. كرة منقولة في نصف ملعب المباراة، المحترف الأردني
في صفارة من حكم المباراة عيسى عبد الله. وبمناسبة هذا الحكم عيسى عبد الله أيضا أدار نهائي النسخة رقم 42 موسم 2018-2019 يوم التقى الرفاع مع الحد في المباراة النهائية، ويومها استطاع الرفاع بالفوز على الحد بهدفين لهدف بقيادة هذا الحكم عيسى عبد الله. كذلك هذا الحكم أدار لقاء الاتفاق مع تضامن في الدور التمهيدي لمسابقة كأس جلالة الملك لهذا الموسم 2021-2022، وراح نستعرض مشوار الفريقين ووصولهم إلى دور ربع النهائي دور الثمانية. والفائز اليوم من خلال هذه المباراة راح يلعب مع من؟ راح يلعب مع الفائز باللقاء المحرق والرفاع، راح طبعا راح يلعبون بعد هذه المباراة مباشرة. كرة منامية، التاج المنامي، ولا شك الفريقين أيضا التقوا على مستوى دوري ناصر بن حمد لهذا الموسم، وبالتحديد في الجولة الأولى كرة الآن بتوصل منامية أمامية على مشارف منطقة الجزاء. لا تزال للتاج المنامي جهة اليمين كرة مع فرانكوني، بحاول يمر، تغطية موجودة من ليث هاشم يخلصها ليث. لا تزال تشوف نسبة استحواذ الكرة بالنسبة لنادي المنامة اللي طبعا يطمح في التأهل إلى الدور السيمي فاينل أو الدور قبل النهائي. على بالمناسبة هذا اللقاء الرابع اللي يجمع الفريقين على مستوى مسابقة أغلى الكؤوس، على اعتبار أن الفريقين التقوا ثلاث مرات، مرتين في دور 16 ومرة أو ثلاث مرات في دور 16، وهذه المرة الرابعة في دور ربع النهائي. ركلة مرمى لمصلحة نادي الرفاع الشرقي، نصل للدقيقة الرابعة والتعادل بدون أهداف، وهناك 30 هدف سجلت في مسابقة كأس جلالة الملك في النسخة رقم 45. ركلة مرمى حمد الدوسري، طبعا بالنسبة للرفاع الشرقي وصل وتأهل إلى دور ربع النهائي على حساب من؟ على حساب نادي البحرين، بعد ما فاز على البحرين في دور ثمن النهائي في دور 16 بالركلات ترجيحية 4-2 بعد التعادل 1-1، في حين المنامة تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن اجتاز نادي جلالي بهدفين دون رد، بهدفي ورد السلامة المحترف السوري وعبد الرحمن السيد، والمبارتين طبعا أقيموا بتاريخ 23/9/2021 23 سبتمبر. خطأ صفارة من حكم المباراة عيسى عبد الله شوط المباراة الأول. مشاهدي الكرام، متابعي قناة البحرين الرياضية، التعادل يبقى بدون أهداف، ومباراتنا اليوم في حال انتهى المباراة بالتعادل السلبي، في حال انتهى المباراة بالتعادل الإيجابي ما في شوطين إضافيين أبدا، على طول اللجوء إلى الركلات الترجيحية، وهي راح تكون هي الفيصل لتحدد من سيتأهل، وأول بطاقة سيحصل عليها سواء المنامة أو الرفاع الشرقي، وأول متأهلين إلى الدور السيمي فاينل الدور قبل النهائي. ركلة حرة مباشرة مهدي عبد الجبار على بعد تقريبا 35 ياردة، وركلة حرة مباشرة منامية تسديدة من مهدي بتمر خارج الملعب، وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة نادي الرفاع الشرقي. لا شك للفريقين تاريخ حافل على مستوى مسابقة أغلى الكؤوس. الفريقين اللي أمامنا وصلوا إلى المباراة النهائية، أذكر أن المنامة وصل تاريخيا مرة واحدة فقط، أوه يوم أن أزاح المحرق وفاز عليه في النهائي وبالتالي في النسخة رقم 40 في موسم 2016-2017. وبالمناسبة المنامة هو ثالث نادي يهزم المحرق في النهائي بعد الأهلي والنجمة. كل الآن بتوصل من قولة جهة فرانكوني المنامة شوط المباراة الأول، ولا شك المباراة راح تكون هامة لكل الفريقين، كل فريق يطمح للتأهل للدور السيمي فاينل، وفيها أيضا مباراة بعنوان رد اعتبار، على اعتبار أن المنامة فاز على الرفاع الشرقي في الجولة الأولى بهدف مقابل لا شيء من ركلة جزاء سجلها اللاعب مهدي عبد الجبار في دوري ناصر بن حمد لهذا الموسم 2021-2022. فارس كرة توصل لمنامي أمامية، جت مهدي مقطوعة، التحول لمرجان المحترف الأردني، كرة معاه الرفاع الشرقي العائد من هزيمة في دوري ناصر الحمل في الجولة السابعة من أمام الحالة، بينما المنامة فرط
في مباراة الأخيرة في الجولة السابعة من أمام الحد، كان بإمكانه يكون في صدارة أيضا الترتيب، ولكن طبعا تعادل مع الحد بهدفين لهدفين، وبالتالي هنا الإصابة لخليفة عيسى اللافي لاعب نادي الرفاع الشرقي. بالسلامة لخليفة عيسى. مباراة مثل ما ذكرت هي التاريخ أيضا، كل فريق يحاول أن يتأهل إلى مرحلة متقدمة في مسابقة كأس جلالة الملك. هنا المدرب الروماني طبعا موتروك الموسم الثاني مع الرفاع، ووصل بالرفاع في الموسم الماضي إلى الدور السيمي فاينال، وخرج على يد من؟ خرج على يد الرفاع. شوف في حال فوز الرفاع اليوم راح يقابل من؟ راح يقابل منتصر من المحرق والرفاع، ويمكن يلتقون أيضا الجارين في الدور سيمي فاينال في دور قبل النهائي. محمد فارس أرناؤوط المنامة، مهدي عبد اللطيف، محمد أحمد منامية، عيسى موسى الكابتن كرة معاه، واللي طبعا لعب لفترة مع نادي المحرق وهو صاحب هدف منتخبنا الوطني في بطولة غرب آسيا هناك في العراق، واللي على ضوءه حصل منتخبنا على بطولة غرب آسيا عيسى موسى. رمية تماس محمد العيج. شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام، 9 دقائق بتمر من على أحداثه والتعادل يبقى بدون أهداف. شاهدنا طبعا 10 أهداف في الدور التمهيدي و20 هدف في دور 16. من راح يسجل أول أهداف دور ربع النهائي؟ الشرقي ولا المنامة؟ أو تنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتحسم بالركلات الترجيحية؟ راح نتابع. محمد فارس أرناؤوط ينقلها جهة المدافع المنامي، لا تزال لعيسى موسى الكابتن، ومنقولة جهة اليمين لفرانكوني. فرانك مدافع ظهير أيسر جيد هذا اللاعب، كرة معاه بيعليها خطر لكن قريبة 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 لحارس المرمى حمد الدوسري. اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، المباراة رقم 13، هذه المباراة تحمل رقم 13، والمباراة رقم 14 راح تجمع المحرق والرفاع، والمباراة رقم 15 غدا بين الأهلي والنجمة، والمباراة رقم 16 بين الحد والخالدية أيضا غدا في ختام الدور ربع النهائي دور الثمانية. خط لمصلحة نادي الرفاع الشرقي في نصف ملعب المنامة. شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام متابعي قناة البحرين الرياضية، اللي طبعا تولي اهتمام كبير لهذه المسابقة، وكل طبعا رجال الصحافة وقناتنا الرياضية وكل يعني وسائل التواصل الاجتماعي عاطي اهتمام كبير لمسابقة أغلى الكؤوس، على اعتبارها تحمل اسم غالي علينا كرياضيين كمواطنين كمقيمين كمحبين لهذا الوطن، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد بفدة. ركله حرة مباشرة ملعوبة تسديدة تمر خارج الملعب من لويس وخارج ملعب مباراته، وبالتالي ركلة مرمى لمصلحة نادي المنام. ملعوبة سريعة 10 دقائق تمر من على أحداث شوط المباراة الأول من لقاء الشرقي والمنامة، والتعادل يبقى بدون أهداف. خليفة عيسى كرة معه سعيد مرجان لخليفة عيسى أمامية، ويغيب طبعا عن الرفاع الشرقي اليوم أكثر من لاعب، يغيب عبد الله الشلال، يغيب فيصل بوداهوم، حمزة عبد الله. بالمناسبة طبعا فيصل بوداهوم تعرض لإصابة في تمرين يوم أمس، شد في الفخذ وبالتالي حرمت الإصابة من وشاركة زملاء اليوم في هذا اللقاء. هنا النتيجة، الرفاع الشرقي 0 المنامة 0، 10 دقائق مرت شوط المباراة الأول وإحنا بانتظار أول أهداف دور ربع النهائي، أول أهداف دور الثمانية. مهدي عبد اللطيف، فرانكوني بيني ناقلها تتخلص قريبة جدا، الرفاع الشرقي علي ناصر أمامية حلوة جهة اليسار، علي ناصر بيحاول يتوغل، تغطية موجودة من فرانكوني، يا السلام منقولة خليف جاسم خليف كرة معاه تنشال، مرجان سعيد مرجان محترف الأردني، منقولة جهة اليمين محمد دعيج، هجمة للرفاع الشرقي، لا تزال الاستحواذ للشرقاوية اللي بيحاولون طبعا يمحون الصورة الأخيرة وينسون هزيمة الجولة السابعة في دوري ناصر بن حمد، اعتبار ان هذه المباراة تختلف، هذه المباراة ما فيها تعويض، هذه المباراة ما فيها إعادة، خلاص ما في ذهب وإياب، وكرة توصل تتخلص. بالنسبة لنظام الذهاب والإياب، الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتمد نظام الذهاب والإياب في 3 نسخ،
في ثلاث مواسم، في النسخه رقم 41 والنسخه 42 والنسخه 43. خلاص عندنا الان الى النظام السابق، تفوز تتاهل على طول من مباراه واحده. كره ملاميه نص ملعب المباراه، شوط المباراه الاول، والتعادل ما زال مستمر بدون هدف، 0-0. كره ملاميه منقوله داخل منطقه الجزاء لمهدي عبد الجبار قريب الحارس المرمى حمد الدوسري، يدرك تماما حارس المرمى اللي واضح معاك على الشاشه، وكذلك خط هجوم الرفاع الشرقي بخطوره المهاجم مهدي عبد الجبار، هذا المهاجم الفذ الخطر اللي ما زال يتصدر قائمه الدوري ناصر بن حمد بثمانيه اهداف، وعيسى موسى كره مع علي شقيقه وكره بتوصل خذوهات لكن تتخلص من امام محمد الحلاق رقم 7، بينما شقيقه احمد موسى، شقيق عيسى موسى رقم 11، محمد فارس ارناؤوط، فرانك كوني المحترف السوري محمد فارس ارناؤوط لعب مع الجيش ومع حطين ومع حطين، جهه اليسار مناميه نص ملعب المباراه محمد احمد، الظهير الايسر احمد نبيل، برده لحارس مرمى عمار محمد حارس مرمى نادي المنامه. طبعا مباريات دور ربع النهائي اليوم مبارتين، الشرقي والمنامه والمحرق والرفاع، بعد هذه المباراة مباشرة، في حين غدا 29 ديسمبر الأهلي مع النجمة والحد مع الخالدية، ومن ثم راح نتعرف على من سيتأهل إلى الدور قبل النهائي لمسابقة أغلى الكؤوس. طول على سعيد مرجان، توصل نص ملعب المباراة، صفاره خطأ من حكم المباراة الحكم عيسى عبد الله، خطأ لمصلحة نادي المنامة، ملعوبة مهدي عبد اللطيف، عندنا مهدي عبد الجبار وعندنا مهدي عبد اللطيف، احمد عبد الله طويله في الامام لعيسى موسى، حاول يلعبها عرضيه داخل منطقه 6 يارد قريب الحارس المرمى حمد الدوسري. طبعا مثل ما ذكرت لقاء الفريقين في دوري ناصر بن حمد انتهى بفوز المنامه بهدف، وما زال الرفاع متصدر الدوري، دوري ناصر بن حمد ب 17 نقطة، والمنامة في المركز الثاني 15 نقطة، والرفاع الشرقي في المركز الثالث ب 9، وطبعا الشرقي عنده 9 نقاط، الشرقي عنده 9 نقاط، وبالتالي أيضا الشرقي بدأ يتراجع في الأسابيع الأخيرة من الدوري، وشاهدنا اللقاء مع الحالة في الجولة السابعة خسر بهدف للمحترف السوري. كرة بتوصل أمامية مرجان، في صفارة وخطأ عيسى عبد الله، صفر خطأ لمصلحة نادي هنا، أيضا هيثم جطل المدرب السوري للموسم الثاني مع المنام، هذا المدرب حقيقة اللي قاد نادي الشباب وحقق معاه إنجازات رائعة، ومدرب له يعني خبرة كبيرة، وبمناسبة هذا المدرب مدرب منامة هيثم جطل قال مباريات الكؤوس دائما تكون حساباتها مغايرة عن الدوري، وهو يؤكد بذلك بأن مواجهة الرفاع الشرقي ستفرز فنيات عالية وقوة وتنافس مثير، وراح تكون يعني صعب على الفريقين في الحصول على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. قال احنا طبعا مستعدين تماما لهذه المباراة، ونسينا طبعا مباراة الحد في الجولة السابعة، وناس مستعدين للقاء الرفاع الشرقي، هذا ما قاله مدرب المنامة. كرة ملعوبة أمامية بالراس توصل لحارس المرمى عمار محمد، وقريبة جدا لعمار، سريعة جهة عيسى موسى. شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام ربع ساعة مرت، والنتيجة حتى الآن هي التعادل بدون أهداف 0-0. كرة بتوصل سامي الحسيني، تغيير اللعب جهة سعيد مرجان، حلوة لخليفة عيسى، عرضية ولكنها قريبة لمهدي عبد اللطيف. طيب يا تماس لمصلحة تاج المنامة، ولا اللاعب رقم 7 ايضا محمد الحلاق، ولكن اللاعب رقم 8 محترف السوري ايضا ورد السلامة. نصف ملعب المباراة احمد موسى وفرانك كوني لحارس المرمى عمار محمد. طبعا مثل ما ذكرت النسخة الماضية
في الموسم الماضي الرفاع الشرقي وصل إلى الدور قبل النهائي قبل أن يخسر من جاره الرفاع 2-1، والمنامة في الموسم الماضي تأهل إلى الدور ربع النهائي فقط وخسر من أمام الحد 3-0. كرة توصل منامية محاولة المرور ولكن تقتل موجودة من محمد العيج، وكما هو معروف بأن الرفاع هو حامل لقب الموسم كأس جلالة الملك الموسم الماضي بعد الفوز في النهاية على الأهلي بهدفين دون رد في 4 مارس 2021. في صفر وفي خطوة وفي بطاقة صفراء، أول بطاقة صفراء حكم مباراة يبعد الجميع وبالسلامة لمهدي عبد اللطيف. هنا 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 الكرة المشتركة بين عبد اللطيف وكذلك لاعب نادي الرفاع الشرقي، وحكم مباراة راح يشر بطاقة صفراء. هنشوف على من ايضا كابتن المنامة عيسى موسى يكلم حكم مباراة عيسى عبد الله. حكم مباراة ايضا بيكلم ليث هاشم، اهدى اهدى يا ليث اهدى، قرار عندي لا تحتاج. الحكم مباراة عيسى عبد الله واللي ادار طبعا نهائي بطاقة صفراء. اشهر بطاقة صفراء لحارس المرمى حمد الدوسري، اشهر بطاقة صفراء لحمد الدوسري. يعني يا حمد اصلا من المفروض حمد ما تترك مرماك وتوصل لنص الملعب وفي الحاله تعترض على قرار الحكم وتنال بطاقه صفراء ما لها داعي اطلاقا. حكم مباراه اعطى بطاقه صفراء للاعب المنامه مهدي عبد اللطيف. فعندنا حمد دوسري، عندنا مهدي عبد اللطيف، بطاقة صفراء في الدقيقة وبالتحديد 20. تبقى النتيجة حتى الآن هي التعادل بدون أهداف 0-0. ركلة حرة مباشرة. خليفة عيسى يطلع في الأمام، سعيد مرجان، ليث هاشم، جاسم خليف، ليث هاشم، شرقاوية خطرة توصل في حارس المرمى عمار محمد، سريع ملعوبة، عيسى موسى، كرة معاه بالمنامة، لقاء الفريقين في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك في النسخة رقم 45 واللي طبعا ما زال المحرق هو أكثر الأندية فوزا بهذه المسابقة. قاسم خليف حاوله خلص، توصل جهة اليسار أحمد عبد الله، فارس محمد، فارس أرناؤوت، أحمد موسى، عبد اللطيف في الامام جهه اليسار، محاوله لكن تخلص محمد العيج، خليفه عيسى، علي ناصر، رفاع الشرقي، جهه ليث هاشم او جهه لوس ما توصل، عيسى موسى، مهدي عبد الجبار، فرانكوني، فرانك اماميه خلصها، ليوناردو فرانسيسكو الأرجنتيني مدافع رفاع الشرقي، العبارة بين تماس المدافع والمحترف السوري، محمد فارس، أرناؤوت، أحمد نبيل، أحمد عبد الله، محمد أحمد أو محمد آدم، محمد أحمد اللاعب رقم 19 في الأمام، نقولة بالخطرة في الجول، جول جول شالها شالها من على خط المرمى، وبالتالي في ركل في 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 كرة خطرة جدا كانت للمنامة وبالتحديد في الدقيقة 22. فرصة كانت منامية وبالتالي كانت تكون ممكن تكون
هدف اول. شوف 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 شالها من على خط المرمى وفرصه ضاعت على الملامه في الدقيقه 22 لتبقى النتيجه حتى الان هي التعادل بدون اهداف. الرفاع الشرقي والمنامه ليث هاشم مامية تماس. شوط المباراه الاول لويس كره معه محمد دعيج راي مرفوع وفي تسلل ركله حره غير مباشره ملعوبه سريعه لفرانكوني احمد نبي المنامه كره معه يتقدم منقوله لاحمد موسى محمد الحلاق محمد احمد احمد نبيل محمد فارس ارناؤوط. شوف انتشار المنامه والنقلات قريبه لليث هاشم تركها لحارس المرمى حمد الدوسري. 23 دقيقه شوط المباراه الاول والتعادل بدون اهداف. اخطر فرصه كانت لمهدي عبد الجبار في الدقيقه 22. طبعا مجموع مباريات كأس الملك 19 مباراة، المباراة النهائية هي المباراة رقم 19، لكن عندنا أولا دور ربع النهائي ومن ثم الدور قبل النهائي ومن ثم المباراة النهائية. علي ناصر أحمد عبد النبي كابتن الرفاع الشرقي ليوناردو فرانسيسكو أرجنتيني طعيب محمد او عمر دعيج كره معاه بالخطا توصل مناميه جهه مهدي عبد الجبار عيسى موسى لوحده عيسى امامه حاطين اكثر من لاعب بيمر بيمر خطره هذه الله مجهود فردي كبير من عيسى موسى وايضا في صفاره في خطا لمصلحه نادي الرفاع الشرقي. هنا عيسى موسى والمرور ولكن في خطأ على لاعب نادي المنامة وبالتالي لمصلحة الرفاع الشرقي. نصل للدقيقة 25 شوط المباراة الأول والنتيجة حتى الآن تعادل بدون أهداف. شاهدنا كرة خطرة للمنامة في الدقيقة 22 للاعب مهدي عبد الجبار هداف دوري ناصر بن حمد واللي حقيقة ظهر بمستويات كبيرة هذا اللاعب سواء مع المنتخب أو مع نادي المنامة. خطأ للمنامة ملعوبة سريعة محمد فارس أرناؤوط أحمد موسى فرانكوني أحمد نبيل ينقلها أمامية خلصها عمر دعيج تمر خارج ملعب ركلة ركنية ركلة ركنية لمصلحة نادي المنامة. لا شك الفريقين يسعيان للتأهل إلى دور قبل النهائي وهذا رابع لقاء يجمع الفريقين على مستوى كأس جلالة الملك على اعتبار أن الفريقين التقوا في دور 16 ثلاث مرات وهذه أول مرة يلتقون فيها في دور ربع النهائي. هذا اللقاء الرابع في دور ربع النهائي وركلة ركنية عيسى موسى واحنا بانتظار هدف أول ممكن يكون المنامة ممكن يكون الشرقي. تتهيأ ومحاولة تسديد كرة عالية توصل خطرة تلحف الجول صفارة صفارة وخطأ مصلحة الرفاع الشرقي. سلام لحارس المرمى حمد الدوسري. محمد عنده بطاقة صفراء وهنا الإعادة شوف 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 الإعادة الكرة المشتركة بين لاعب أرناؤوط وحمد الدوسري. سلام لحارس مثل ما ذكرت من شوية أول لقاء جمع الفريقين الرفاع الشرقي والملامة كان في النسخة رقم 11 موسم 87-88 يومها فاز الرفاع الشرقي على المنامة 2-0 في دور 6. أيضا الفريقين التقوا في النسخة رقم 13 موسم 90-91
يومها فاز الشرقي على المنامة 3-0 في دور 16. واللقاء الثالث لجمع الفريقين في النسخة رقم 39 موسم 2015-2016، يومها فاز المنامة على الرفاع الشرقي بالركلات الترجيحية 4-2 بعد التعادل 1. يعني انتصارين للرفاع الشرقي وانتصار للمنامة على مستوى كأس جلالة الملك، وهذا اللقاء الرابع لكن أول مرة يلتقون في دور ربع النهائي. عارفين بأن الرفاع الشرقي تأهل للمباراة النهائية 7 مرات ولكنه فاز باللقب 3 مرات فقط. المنامة تأهل مرة واحدة ولكن حالف الحظ بالفوز باللقب من أول وصول، أول وصوله للمباراة النهائية وأول مرة يصل فيها المباراة النهائية المنامة في موسم 2016-2017 استطاع من الفوز بكأس جلالة الملك في نسخة رقم 40، وعلى حساب من؟ على حساب الآسيوي، على حساب شيخ الأندية، على حساب الأحمر، على حساب المحرق، ويومها حرم المحرق بالفوز بالكأس في نسخة رقم 40، وتلك المباراة انتهت بهدفين لهدف لمصلحة تاج المنامة. كل التوفيق لأنديتنا في دور ربع النهائي، كل التوفيق للشرقي، للمنامة، للمحرق، الرفاع، الأهلي، النجمة، الحيد، الخالدية، وبالتالي هذه الفرق اللي استطاعت من التأهل للدور ربع النهائي نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وتقديم مستويات جميلة، مستويات راقية، مستويات حلوة، مستويات ملفتة تعكس كرة القدم البحرينية على مستوى الدوري على مستوى الكأس. ولا شك الفرق اللي وصلت هي طبعا كفيلة بتقديم مستويات كبيرة من خلال دور ربع النهائي، وبالتالي كل التوفيق لهذه الأندية. طبعا الكل يسهم في إنجاح هذه المسابقة، الكل يسهم في دعم هذه المسابقة، وكلنا طبعا مع الاتحاد البحريني لكرة القدم في إنجاح أغلى الكؤوس. أحمد عبد النبي، ليث هاشم، جاسم خليف، خطأ على جاسم لمصلحة ورد السلامة. ورد السلامة عنده هدف في هذه المسابقة في دور 16 في مرمى قلالي. طبعا يوم فاز المنامة على قلالي 2-0 ورد السلامة وعبد الرحمن سيد، وكرة منقولة أمامية داخل منطقة الجزاء، قطرة تسديدة من محمد الحلاق لكنها توصل إلى حارس المرمى محمد الدوسري. محمد الحلاق محترف سوري، لعب مع 20 مع الجيش مع الوحدات الأردني. كرة ما تشوف شوف شوف تسديدة وصلت حارس المرمى محمد الدوسري. نصل للدقيقة 30، نصف ساعة مرت مشاهدي الكرام متابعي قناة البحرين الرياضية. 30 دقيقة مرت على أحداث شوط المباراة الأول من لقاء الرفاع الشرقي والمنامة في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك، والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي 0-0. خليفة عيسى، محمد الدعيش خارج ملعب رمية تماس، مباراة مقامة على استاد البحرين الوطني، هذا الملعب اللي راح يحتضن جميع مباريات الدور ربع النهائي. اللاعب رمية تماس اللويس ايضا يبعدها محمد احمد الى رمية تماس، طبعا اول مره تاريخيا يعني حقيقه اول مره يتاهل فيها الرفاع الشرقي للنهائي موسم 79-80. كره شرقاويه خلصها مهدي عبد اللطيف، ينقلها لعيسى موسى، خلصها ليث هاشم ويبعدها الى خارج. اذا الشرقاوية اول وصول لهم الى نهائي كأس الملك تاريخيا في النسخة رقم 3 في موسم 79-80، يومها لعب مع الحالة وخسر من امام الحالة بالركلات الترجيحية 4-0. اخر مرة فاز فيها الرفاع الشرقي بكأس الملك كان في النسخة رقم 37 2013-2014 فاز على المسيتين 2-1. جاسم خليف قريبا لحارس المرمى عمار محمد،
يعني الفريقين اللي امامنا نالوا شرف الفوز بكاس جلاله الملك هناك مره واحده بينما الرفاع ثلاث مرات. طبعا السابق كان يسمى سابقا بكاس سمو الامير، وبالتالي في النسخه رقم 25 في موسم 2001-2002 تم تغيير تسميه المسابقه الى كاس جلاله الملك. كرة توصل في الامام تمر طويله خارج الملعب، وبالتالي ركله مرمى لمصلحه الرفاع الشرقي. عموما يعني مباراه الكؤوس مباراه اخراج المغلوب، التعادل ان استمر سواء بالسلب او بالايجاب راح تكون ركلات ترجيحيه حاضره، وراح نتعرف على من سيتاهل لملاقات الفائز من لقاء المحرج والرفاع. فاليوم لازم فريق يفوز يعني يفوز سواء بالنتيجة الإيجابية أو بالركلات الترجيحية. نصف ملعب المباراة مهدي عبد اللطيف، خدوهات لمهدي عبد الجبار أمامية يخلصها على طول أحمد عبد النبي كابتن الرفاع الشرقي، وعيسى موسى كابتن المنامة، خليفة عيسى حتى لما شاهدنا أي كرة خطرة شرقاوية لويس كرة معه، جاسم خليف، علي ناصر، الانتشار الافضل للملامه هو الاكثر خطوره على مرمى الرفاع الشرقي. ورد السلامه كره معاه، بيحاول طالت طلعت خارج الملعب ركله مرمى. محمد الدوسري حارس مرمى الرفاع الشرقي، تسع أندية استطاعت الفوز بكأس، وست أندية وصلت إلى النهائي لكن ما حالفها الحظ. بحرين والقادسية والمالكية والبديع ومدينة عيسى والنفسيتين. النفسيتين تصور وصل النهائي خمس مرات وما فاز باللقب ولا مرة. البحرين كذلك وصل أربع مرات وما فاز باللقب. خليفة عيسى كرة معاه شرقاوية ينقلها في الأمام جهة جاسم خليف بيمر، وايضا حكم وراء بالاساس كان جاسم خليف يقف في موقف سلبي. اهدى يا مترك، اهدى يا مترك عشان اللعيب معاك الجهود. شوف هذه الانفعالات اللي يصدرها المدرب تنعكس بالسلب على من؟ على اللعيب. ايوه فالمطلوب من الاداري، المطلوب من المشرف، المطلوب من المدرب الهدوء. الهدوء ليش؟ لأن كل ما هدأ المدرب هدأ اللعيبة، وكل ما عصب المدرب عصبوا اللعيبة، وكأن الحق معاه. لا والله الراية كانت مرفوعة من الأساس، الحق يقال الراية راية المساعد الثاني صلاح جناحي كانت مرفوعة من الأساس، بس الحكم تأخر في اتخاذ القرار. عموما كرة بتوصل، النتيجة تبقى حتى الآن تعادل السلبي 0-0. 35 دقيقة شوط المباراة الأول. مشاهدي الكرام متابعي قناة البحرين الرياضية، ورد السلامة كرة معاه بيحاول يمر لاعب حقيقة مراوغ ومهارات وحلوة، وهجمة منامية خطرة هذه تنحط. فرصة شالها المدافع الشرقاوي ليث هاشم من داخل منطقة الست ياردة، شوف المجهود كبير للاعب رقم ثمانية. طبعا ورد السلامة فعلا اللاعب رقم ثمانية واللاعب رقم سبعة محمد الحلاق، مجهود فردي كبير والاثنين عاملين شغل كبير في جهة اليسار محمد الحلاق وورد السلامة، هما مكمن خطورة المنامة في الجهة اليسرى. هنا حمد الدوسري حارس مرمى الرفاع الشرقي، شوف الاثنين وين اتكلم عنه، ورد السلامة ومحمد الحلاق، اثنين محترفين من سوريا معاهم ايضا. اوط كرة اللعب عالية شيلها على طول لاعب رفاع شرقي، مزيد من عيسى موسى تصطد، ولكنها ايضا متابعة لعيسى يتركها تمر الى خارج الملعب. ركلة ركنية اخطر يعني نسبيا المنامة واضح من خلال الدقائق اللي مضت 37 دقيقة ماسك نص ملعب الرفاع الشرقي،
واصل لمنطقة جزاء 18 ومنطقة جزاء 6 ياردات وهنا الركلة الركنية عيسى موسى احنا بنتظر هدف أول ملعوبة يبعدها حارس المرمى حمد الدوسري ويخلصها ليث هاشم خطأ لمصلحة المنامة فعلا قرار سليم من حكم المباراة في البداية أعطى مبدأ إتاحة فرصة وعاد محتسب الخطأ من الأساس لمصلحة نادي المنامة على اللاعب علي ناصر ورد السلامة كذلك محمد الحلاق الاثنين عاملين شغل في جهة اليسار خط هجوم المنامة عيسى موسى من خارج ملعب أو لحق عليه وصلت إلى حارس المرمى حمد الدوسري حارس مرمى الرفاع الشرقي الشرقاوية اللي بيحاولون أيضا الوصول إلى الدور قبل النهائي مثل ما فعلوها في الموسم الماضي يعني يقول لك على أقل تقدير اليوم أنا أفوز وبعدين أفكر في ألاقي من ألاقي حرق أو الرفاع طبعا الكلام للشرق والمنامة يفكرون في مباراة اليوم جاسم خليف يحاول شرقاوية محاولة تسجيل هدف أول لكن تغطية موجودة من فرانك كوني يبعدها إلى خارج العربية التمس هذا فرانك كوني ليث هاشم الظهير الشرقاوي الأيسر رمية التماس ملعوبة داخل منطقة الجزاء خلص علي ناصر خليفة عيسى اللافي توصل لحارس المرمى حمد الدوسري حمد أحمد عبد النبي كابتن الفريق حمد الدوسري 40 دقيقة شوط المباراة الأول مشاهدي الكرام والتعادل ما زال مستمر بدون أهداف 0-0 محمد أحمد أحمد نبيل أحمد موسى أحمد نبيل طويلة جهة من عيسى موسى قريبة للمدافع شرقاوي ليث هاشم جاسم خليف سعيد مرجان أمامية راي مرفوعة وسامي حسين يقف في موقف تسلل هذا الوضع معك على الشاشة ركلة حرة غير مباشرة ملعوبة سريعة واضح يعني عزيمة المنامة على التسجيل منذ بداية المباراة إلى الآن شوف انتشاره حلو رتمه سريع يعني يلعب على الطرفين عنده أيضا عيسى موسى ورد السلام محمد الحلاق وإلى الآن ما بان مهدي عبد الجبار مهدي عبد الجبار تحسب له فرصة واحدة في الدقيقة 22 بعد ما شالها المدافع من على خط المرمى وهذه أخطر كرة حتى الآن لكن لعله عسى الخمس دقائق المتبقية من شوط المباراة الأول تسفر عن شيء قبل أن نخوض شوط المباراة الثاني وخليف يحاول يمر خلصها محمد فارس أرناؤوط لفرانكوني توصل شرقاوية جاسم خليف علي ناصر خليفة عيسى محمد دعيج لويس خليفة عيسى شرقي داخل منطقة الجزاء تخلص من دفاع المنامة اعتبر خارج ملعبه ركلة ركنية لمصلحة نادي الرفاع الشرقي هذا اللاعب رقم 19 محمد أحمد ركلة ركنية شرقاوية زيلي لويس ويس لعبها لافة خطرة داخل منطقة 6 ياردة المرة الثانية نفس اللاعب عالية وخطرة هذه أيضا يشيل حارس المرمى عمار محمد انطلق أمامية جت لعب محمد الحلاق لويس من نص الملعب لحارس المرمى حمد الدوسري حمد طويلة في الأمام قريبة لأحمد نبيل خلصها محمد أحمد
علي ناصر في الامام شرقاويه، خليفه عيسى تسديده من خارج الملعب وركله مرمى لمصلحه نادي المنام. يعني محاولات قليله جدا للرفع الشرقي. حكم مباراه حكم عيسى عبد الله، هذه ثاني مباراه يديرها في هذه النسخه، نسخه رقم 45، هدر لقاء الاتفاق مع تضامن في الدور التمهيدي، يومها فاز الاتفاق على تضامن 2-0. طبعا نتائج الدور التمهيدي، الاتفاق فاز على تضامن 2-0، قلالي فاز على المدينه بركلات ترجيحيه 5-4 بعد التعادل 1-1، ستره فاز على الاتحاد 5-4 بركلات ترجيحيه بعد التعادل 2-2، والبحرين فاز على الشباب 5-3 بركلات بعد التعادل 1-1. هاي بالنسبه للدور التمهيدي، كره توصل مناميه خلصها سعيد مرجع. بينما دور 16 فوز الرفاع الشرقي على البحرين بركلات ترجيحيه بعد التعادل 1-1، فوز المنامه على القلالي 2-0، فوز النجم على المسيدين 3-0، فوز الرفاع على الحاله 3، فوز الرفاع على الحاله 2-1، فوز المحرق على المالجيه 3-1، فوز الخالديه على البديع بالركلات الترجيحيه 4-1 بعد التعادل 1-1، فوز الاهلي على الاتفاق 4-0، فوز الحد على ستره 2-1. عيسى موسى، مهدي عبد اللطيف، بيمور لكن بالطول خارج الملعب وركل شوف حكم مباراه يقول ركله مرمى، ركله مرمى لمصلحه نادي الرفاع الشرقي. نقترب من الدقيقه 44 شوط المباراه الاول، والتعادل ما زال مستمر بدون اهداف. حمد الدوسري راح ينفذ ركله المرمى. جاسم خليف يتابع، مهدي عبد الجبار للاعب رقم 7 محمد الحلاق، وبعد الى خارج الملعب ريمي التماس، فرانكوني، محمد فارس أرناؤوط، احمد موسى، احمد نبيل، فرانكوني، فرانك كوني خارج ملعب ريمي التماس. ليث هاشم، لوريما موتروك روماني مدرب الرفاع الشرقي، والمفروض يعني خلاص اتصور هذا المدرب يعني تعرف على مستوى انديتنا، على دورينا، على مسابقاتنا، لازم تكون له بصمه، لازم تكون له بصمه. دقيقتين دقيقتين وقت من الضايع. تسمع حكم مباراه، حكم عيسى عبد الله، 10 بطاقتين، بطاقة صفراء على حمد دوسري وعلى مهدي عبد اللطيف بالدقيقة 20. لويس كرة عالية أمامية خلصت، وصل مرتدة سريعة، هذه خطرة، خطرة للمنامة لكن ما مرت الكرة من أحمد موسى، خليفة عيسى كرة معه، محمد دعيش، سعيد مرجان يبعدها عمار محمد حارس المرمى، مهدي عبد اللطيف في صفارة وخطأ لمصلحة نادي الملعب، في شد واضح من لاعب الرفاع الشرقي، شد فيها اللاعب مهدي عبد اللطيف، لعوبة سريعة حاول لي المرامة لإحراز هدف أول في الوقت المتبقي، وقت بدل ضيع المحتسب دقيقتين، وأيضا لاعب المنام يرتكب خطأ لمصلحة اللاعب سامي الحسني لوضع معاك على الشاشة. يبدو بأن شوط المباراة الأول في طريقة للتعادل السلبي 0-0، والأفضلية في الشوط الأول حقيقة تقال للتاج المنامي بالوصول لمرمى حمد الدوسري بالخطورة
على المرمى، على مرمى الرفاع الشرقي. وفي هذه اللحظة سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الكرام متابعي قناة البحرين الرياضي، حكم المباراة الحكم عيسى عبد الله الصفارة، وأنهى شوط المباراة أول من لقاء الرفاع الشرقي والمنامة. المباراة تأتي ضمن رياض دور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملوك في الموسم الرياضي 2021-2022 في النسخة رقم 45. طبعا الحديث راح يطول حول مجريات الشوط الأول مع الزملاء في الاستوديو التحليلي بقيادة استاذي فهد مشيري والكباتن غازي الماجد والكابتن حسن. تفضل يا فهد. شكرا محمد، عودة بكم للاستوديو التحليلي بعد التعادل السلبي بين الرفاع الشرقي والمنامة في دور الثمانية من كأس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. طبعا توقعت حسن ابتدي معاك بحكم انك انت توقعت تعادل سلبي في مجريات الشوط الاول بين الشرقي والمنامة. صحيح، يعني شوط سلبي للامانه، ما يعني انا توقعته سلبي لكن اكثر من اللي انا توقعته. على اي اساس ابو علي الصراحه؟ يعني انا لان قراءتي للفريقين والمعطيات الموجوده تبين ان الفريقين راح يلعبون بتحفظ. مباراه كاس ما فيها مجال التعويض. رجوعهم للخلف يعني انا ما اقول انه هو مبرر، لكن يعني توقعت انهم بيلعبون بنفس ذي الاسلوب تحفظ، وخصوصا نادي الشرقي لان فريق الرفاع الشرقي يمكن للدقيقه 41 بدا يبادر، في الدقيقه 41 من الشوط الاول بدا شوي يبادر انه يهاجم، لكن طول فتره الشوط الاول ما شفنا ولا هجمه يعني ملعوبه حق نادي الشرقي الامانه. انا ما شفت في فرصتين يمكن كانوا في الدقيقه 22 فرصه المنامة شالها أحمد عبد النبي من على خط الجول، والدقيقة 35 فرصة ورد السلامة. يعني غير هالفرصتين الشوط ما في ولا يعني لعبة تكتيكية ولا جملة يعني شفناها لعبوا عليها أو شوط سلبي. يعني أنا بالأمانة أشوفه شوط سلبي، وأتمنى أن الشوط يتحسن، الأداء يتحسن في الشوط الثاني. أبو فراس، مثل ما قلنا أن الشرقي وصل لهذه الدور بعد ما فاز على البحرين، يمكن في تلك المباراة ركلات ترجيح هي اللي حسمت تخطي الشرقي للبحرين بعد تعادل الفريق مع البحرين بهدف لهدف وخسر من الحالة في الدوري. المنامة فاز على قلالي بهدفين نظيفين وياي من تعادل يعتبر خاسر أمام الحد في مباراة الدوري، ولكن هل يشفع للفريقين هذا الخوف أو أنه يعني النتيجة تأشر للتعادل السلبي، ولكن هل يشفع لهم الأداء اللي ظهروا فيه؟ لا، تشوف نوعا ما المنامة في الاستحواذ أكثر، في السيطرة في وسط الملعب أكثر، وكان واضح مجهود عيسى والحلاق، اعتمدوا اعتماد كلي على 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 الجهة اللي فيها ورد السلامة من جهة اليسار في الكرات الطويلة، الاستغلال يعني بطء يمكن عمر ضعيف، وكانت أخطر الهجمات كانت في حق المنامة تي من جهة اليسار لها يمين الرفاع الشرقي. بشكل عام المنامة أفضل أكثر جرأة في من الناحية الهجومية، لكن يبقى شوط سلبي، يمكن حتى في هدف ملغي يمكن المنامة وصلوا 3-4 مرات جول الشرقي، لكن الشرقي حتى المرة الوحيدة اللي ذكرها الكابتن حسن وصلوها من كانت من ركلة ركنية يعني من كرة ثابتة، غير ذلك ما في. يمكن هذا الهدف يعني من ضمن اللي وصلوا فيه المنامة يعني
بذل مجهود اكثر وكانت نزعته الهجوميه اكثر في في الشوط الاول، يمكن يعني يحسب للمنامة ان يعني هو كان اكثر جراءه، بس في النهايه يبقى الرفاع الشرقي يلعب نفس الاسلوب اللي يلعب فيه اللعب الممل، اللعب المجرد ان انت تؤدي المباراه ومن تاديه واجب، ما في جمل تكتيكيه، ما في ناحيه هجوميه بالمره. معقول انت فريق بكل هالامكانيات اللي وفرتها لك اداره الرفاع الشرقي ومدرب صار لك يعني سنتين مع الفريق، ما تقدر توصل في مباراة مثل كاس توصل في المرة واحدة في شوط واحد. أنا أعتقد أنه في علامة استفهام كبيرة من الناحية الفنية على الأقل. إذا أنا أشوفه من الناحية الفنية، فلورين يعني ما قرأ المباراة أو يعني يبغي يوصل فيها لركلات الترجيح. فأنا أعتقد أنه يعني بهالأسلوب ممكن أي لحظة ممكن المنام يسجل هدف، وبكون من الصعوبة جدا أن الرفاع الشرقي يرجع بهالطريقة. صحيح. قبل المباراة أبو علي اتفقنا أن المنام مرشح ليتأهل من هذه المباراة على الورق، ولكن من المستفيد حاليا من التعادل السلبي في الشوط الأول، المنامة أم الشرقي؟ أنا أشوف الشرقي يمكن مستفيد بشكل أكبر. المنامة مثل ما قال بفراس مستحوذ، هو اللي بادر، يمكن ما خلق فرص كثيرة لكنه هو كان مستحوذ. هو تشوف أنه في ثقة من لاعبين المنامة يقدرون قادرين أنهم يصلون، لكن في سلبية يعني استحواذ سلبية، يعني ما كان في أي خلق للفرص. اللعب أكثر كان صوب محمد الحلاق، كانوا يستغلون محمد الحلاق، وفي كرات طويلة تصير وراء اللاعبين مدافعين الرفاع الشرقي، يمكن لو شوي في دقة في لعب الكرة يمكن تكون الفرص خطيرة. في من ماركينج قوي على مهدي عبد الجبار، ما شفنا الأمانة في الشوط الأول بتاتا، أنا ما شفت مهدي عبد الجبار في ولا لعبة. يمكن الشرقي عنده يمكن عناصر في خط في 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 في, في الدكة يمكن تساعده تعطي حلول، لأن يعني عندك أحمد راشد إذا يدخل بيكون في إضافة، عبد الله عبدو مهاجم ثاني يساعد سامي الحسيني، مارش براون إذا يكون متواجد راح يساعد سامي الحسيني. يعني أتمنى أن الأمور تعدل خصوصا من صوب فلورين متروك، لأن في سلبية كبيرة. يعني أنا توقعت أن الفريق يمكن تكون عنده ردة فعل وحافز أنه هو يفوز في ذي المباراة، أكيد عنده، لكن الشيء المفروض نشوفه في أرض الملعب. ما يصير إحنا نقول في حافز وعلى أرضية الملعب ما نشوف في شيء مغاير، أي شيء مغاير. فسلبية كانت يعني واضحة موجودة في 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 نادي الرفاع الشرقي. أتمنى أن الأداء يتحسن في الشوط الثاني، الفريقين يبادرون بالهجوم، يعني ما راح يندفعون، ما راح يفتحون المباراة، ما راح تكون في مساحات كبيرة، لكن نتمنى ان الحلول الهجوميه تكون متواجده ونشوف اداء افضل من اللي شفناه. في نقطه بس انا حبيت ان اذكرها ابو عبد الرحمن، شفت في توتر من اللاعبين، توتر يعني في توتر كبير من بدايه المباراه، الفريقين من اللاعبين، حتى الحكم قام يدش في ذي التوتر، صار يعني متوتر، وحتى المدربين، حتى في لعبه بفراس قال ان المدرب فلورين عليه ضغط كبير، في لعبه عاديه قام يعني فقد اعصابه. فالتواتر موجود في الشوط الأول. كل اللي نتمناه أن نشوف شوط يليق باسم المسابقة ودور ثمانية. صحيح. نطالب ب يعني الهدوء أكثر في مثل هذه المباريات، خصوصا وأن إحنا يعني هذه المباريات حاسمة، نتمنى أن يكون الأداء موجود في أرضية الملعب أكثر من خارج الملعب. لا أكيد، يعني إحنا في الشوط الثاني التواتر بيصير أزيد، لأن هي عملية 45 دقيقة طلعت سلبية، يعني نوعا ما أفضلية للمنامة، لكن في النهاية كنتيجة سلبية. واضح يعني فلورين مدرب الرفاع يعني عنده توتر تماما، يعني أنا توقعت يعني لعبة عادية انفعل فيه وكأن الموضوع شيء كبير يعني. فبالتالي أكيد يعني الضغط اللي موجود على الرفاع يمكن أكثر بعد من لاعبي المنامة، لذلك احنا شفنا المنامة نوعا ما استحواذهم أفضل، هدوءهم أكثر رغم توتر المباراة، لكن هدوء المنامة أكثر من الرفاع الشرقي. وصولهم
للمرمى اكثر. يمكن اكيد الرقابه واضحه، لازم انا كمدرب يمكن يعني في لازم تحط رقابه على هداف الدوري في مباريات كؤوس، لو يخطف لك هدف يسبب لك مشكله. لكن في النهايه كمجمل انا اشوف ان المنامه لا زال هو الاقرب للتسجيل، الا انه تعرف انت مباريات الكؤوس قد تكون انت المسيطر، قد تكون انت الافضل في خطا دفاعي او في غمضه عين مثل ما تقول، الرفاع يخطف هدف من كره ثابته، من خطا مدافع، من اي شيء ممكن يكون. لكن لا زال حسب مجريات الشوط الاول هو الرفاع هو الافضل، قصدي المنام هو الأفضل، هو أكثر وصولا للمرمى، هو أكثر استحواذ على الأقل في منطقة المناورات. عيسى وورد السلامة إضافة لمهدي عبد اللطيف موجودين، إضافة لأن استغلال سرعات السلامة في أنه في الكرات الطويلة. اتفق مع الكابتن حسن انه لو كانت الكرات تكون توصل بشكل صحيح ممكن تسبب مشاكل، لذلك المشاكل جات حق الرفاع الشرقي من جهه اليمين من صبع مردعي في بتحركات اللاعب السوري اللي فعلا شكل خطوره، وكانت معظم اخطر الهجمات تكون من جهته. لكن اكيد يعني المفروض متروك يدارك هذه الوضع في الشوط الثاني، عنده في دكة البدلاء، يمكن دكة البدلاء الحلول عند المنام الشرقي أفضل من المنامة، لأن المنامة هذه التشكيلة المثالية بالنسبة حق شطال، أي تغيير ممكن يخل بتوازن الفريق. اندفاع من البداية من المنامة، ولكن مثل ما ذكرت بعلي قبل المباراة أن المنامة يعيب عليه عدم التركيز في الشوط الثاني، ودليل على ذلك أن استعان بمعد ذهني قبل المباراة. يمكن هو ما يفقد التركيز في الشوط الثاني، لكن انت اذا بتتم على ذي الاداء الشيء اللي بتسويه انه يكون عندك بديل جاهز انه هو يغير لك مجريات المباراه، وهذا الشيء غير متواجد في المنام في دكه المنام. احنا نتكلم عن مسابقه الكاس، لكن اذا خلصت مسابقه الكاس نرجع لمباراه الدوري، مباراه الدوري فيها 18 مباراه تحتاج نفس، تحتاج لاعبين جاهزين، يعني انت 22 لاعب تحتاجه يكونون جاهزين، وبيلاقي المحرق والرفاع في الدوري بعد هاي المباراة. عقب ذي المباراة يعني مبارتين مصيري، يعني مصيريتين بالنسبة له على منافسة على 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 منافسة البطولة الدوري الصدارة. فالمنامة أنا شفت يمكن في الشوط من بداية من دقيقة 25 شفت جيمس كام يسوي عمليات الإحماء، ما كنت أعرف شنو بالضبط الهدف إنه هو جيمس كان يسوي عملية الإحماء. لكن إذا بتكلم عن الأمور الهجومية الملامة ما عنده. أنت اليوم مجرد أن أنت ما سكرت على مهدي عبد الجبار غابت الحلول، ما شفنا في لعبة واحدة مهدي يمكن طلع منها ولعبها كعب اللي شالها أحمد عبد النبي، غير كذي ما شفنا مهدي. يعني أي مدرب بيلعب ضد الملامة يقدر أنه هو يحتوي مهدي عبد الجبار الخطورة لأنه ما في لاعب ثاني هداف يقدر يسجل. مهدي يمكن عنده 8 أهداف، اللاعب اللي عقبه فارق كبير، يمكن إذا أنا ما تأكل يمكن جولة أو جولين فارق كبير بينهم. فالمنامة ما يملك البديل اللي يمكن يغير لك مجريات الشوط الثاني إلا إذا هو تحسن مستوى اللاعبين الموجودين في الملعب، يحسنون مستواهم، يحاولون أنهم يركزون بشكل أكبر، يهدون عنهم التوتر، يمكن الفريق يوصل الكرة بشكل أفضل حق مهدي. لكن مثل ما قال بفراس دكة الشرقي أقوى، فيها إمكانيات أفضل، فيها حلول أكثر، لكن يعتمد على نهج المدرب. أنت لو عندك أفضل مهاجم أو أفضل لاعب نص إذا بتحطه في الملعب وتعطيه واجبات دفاعية ما راح تستفيد منه. صحيح. هاي الشيء اللي قاعد نشوفه مع لويز مثلا واحد من اللاعبين الجيدين المحترفين الجيدين، لكن المهام الدفاعية اللي يقوم فيها ما تعطي المجال إنه هو يبدع في الجانب في الشق الهجومي. دخول مارش براون ضروري مع 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 مع, مع سامي الحسيني عشان يعطي إضافة، وأنا أفضل سامي إنه يكون على الطرف. سامي إذا يلعب على الطرف خطورته تكون أكثر، يؤدي أكثر، لأن عنده إنه هو يدش إذا يلعب على الطرف يدش على في نص الملعب، عنده السرعة عنده السرعة. أحمد راشد أيضا يقدر يسوي الإضافة،
لكن انت تلعب راس حربه يكون بدنيا قوي مثل مارش براون ضروري انه هو يكون متواجد في الشوط الثاني ومن بدايه الشوط لا يتاخر للدقيقه 75 او الدقيقه 80 وهذا الشيء موجود مع هيثم جاطل ياخر التبديل لوقت متاخر للامور تكون فيها خلاص يعني ما تقدر تسوي شيء اتمنى شوط افضل ثاني يكون في امور هجوميه اكثر ترشح من انا ارشح المنامه ارشح المنامه في الوقت الاصلي 1-0 ابو فراس سريعا انا كان عندي على اساس ان سامي الحسيني هو المهاجم الثاني المهاجم اللي القادم من الخلف انا اعتقد إن لازم نصر ان المنامه هو الافضل لكن مباريات الكؤوس فيها مفاجأة طبعا نعم ننتقل لمجريات الشوط الثاني مع محمد سويد نعود لكم بين المبارتين اعزائي المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الكرام عودة بكم مرة ثانية إلى هنا إلى استاد البحرين الوطني ومع شوط المباراة الثاني من لقاء الرفاع الشرقي والمنامة في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك في النسخة رقم 45 الموسم الرياضي 2021-2022 هذه النسخة اللي انطلقت بالتحديد بتاريخ 25/8/2021 نسخة رقم 45 فرانكوني شوط المباراة الثاني واضح المنامة بالقمصان الزرقاء في الجهة اليمنى والرفاع الشرقي بالقمصان البيضاء في الجهة اليسرى والنتيجة واضحة 0-0 واحنا بانتظار هدف اول منامي او رفاع او شرقاوي خليفة عيسى الرفاع الشرقي كرة مع بداية شوط المباراة الثاني وخليفة يلعبها عرضية لسامي الحسني ولكن يخلصها المدافع توصل فرانكوني يبعدها إلى رمية تباس لويس كرة بتمر خارج الملعب شوط المباراة الثاني مباراة بقيادة الحكم عيسى عبد الله المساعد الاول الدولي فيصل علوي المساعد الثاني صلاح جناحي الحكم الرابع الدولي عبد العزيز شريده قيم الحكام العلان خالد ومراقب المباراه جاسم محمود عمار محمد احمد موسى عيسى موسى تمر من امام ورد السلامه علي ناصر رفاع الشرقي اللقاء الرابع على مستوى كأس جلالة الملك للفريقين الرفاع الشرقي والمنامة هذا رابع لقاء أو رابع مرة يلتقون على مستوى كأس جلالة الملك ثلاث مرات في دور 16 ومرة واحدة في دور 8 ثلاث مرات في دور 16 وهذه المرة الرابعة في دور ربع النهائي هذا اللقاء الرابع على مستوى مسابقة أغلى الكؤوس انتصارين للرفاع الشرقي وانتصار واحد للمنامة لكن اليوم في هذا الموسم في هذه النسخة رقم 45 لمن ستكون الغلبة للشرقي للمنامة هل المنامة يساوي كفته مع الرفاع الشرقي بحال الفوز على اعتبار ان الشرقي عنده انتصارين على المنامه والمنامه عنده انتصار واحد. محمد احمد عيسى موسى خلص علي ناصر سعيد مرجان عيسى موسى يمر جهه اليمين منقوله لكن خلص الليث هاشم من امام ايضا الاثنين محمد الحلاق وفرانكوني مرتدة شرقاوية محاولة المرور مر خلصها أحمد نبيل توصل حلوة من خلة راي مرفوعة عيسى موسى يقف في موقف تسلل وركلة حرة مباشرة وهناك أيضا لاعب على أرضية ملعب المباراة بالسلامة لاعب نادي المنامة هنا عيسى موسى يوضح معك على الشاشة كان يقف في موقف
تسلل. فلوريم وتروك الروماني واللي ما زال يحلم بالحصول على كأس الملك مع كتيبة الشرقاوية. كذلك الشرقي الآن 7 مواسم غاب عن المباراة النهائية. في المقابل هذا المدرب السوري هيثم جطل ذو الأمل أيضا بوصول فريق البنامة إلى نهاية كأس جلالة. مشوار طويل، مشوار يحتاج إلى مجهود كبير، سواء في دور النهائي، في الدور قبل النهائي، في المباراة النهائية. 44 نسخة مرت تلائم من موسم 77-78 نادي المحرق أول نادي يحقق كأس جلالة الملك، وأكثر الأندية فوزا بكأس جلالة الملك. المحرق وصل النهائي 22 مرة، فاز بالكأس 19 مرة. بطاقة صفراء للاعب الشرقاوي رقم 14 علي ناصر في الدقيقة 5 من الأحداث شوط المباراة الثاني. أي الدقيقة 50 هذه البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة. الشوط الأول حكم مباراة أشهر لخليفة الدوسر اللي حمر الدوسري، وكذلك مهدي الجبار في الدقيقة 20. في الدقيقة 50 علي ناصر، أحمد نبي، محمد فارس أرناؤوط توصل لحارس المرمى عمار محمد. هل يستمر منامة في عطائه مثل ما قدم لنا الشوط رائع في الشوط الأول؟ هل يستمر بهذا العطاء؟ تسلل واضح، راي مرفوعة، وركلة حرة غير مباشرة على اللاعب عيسى موسى كابتن نادي المنام، كابتن الرفاع الشرقي أحمد عبد الله. المنام مقدم مستويات كبيرة في دوري ناصر الحمد حقيقة، فرط في صدارة الدوري في الجولة 7 بعد التعادل مع الحد 2-2. الرفاع الشرقي قادم الخسارة على يد الحالة في الجولة 7 بهدف دون رد. رمية تماس ملعوبة، سامي الحسيني تمر خارج الملعب ركلة مرمى لمصلحة نادي. إذا لقاء الشرقي والمنامة في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك في النسخة رقم 45 الموسم الرياضي 2021-2022، مباراة رقم 13 والمباراة رقم 14 هي المباراة المرتقبة أيضا بين فريقين تقليديين رفاع المحرق ورد السلامة. عيسى موسى خطرة داخل منطقة الجزاء تخلص. سعيد مرجان، حمد الدعيش، صفارة وخطر لمصلحة نادي الرفاع الشرقي لمصلحة اللاعب سعيد مرجان. الشوط الثاني الظهير الأيمن الشرقاوي عمر دعيج أمامي اللي سامي الحسيني قريب لحارس المرمى عمار محمد. مباريات الكؤوس محتاجة لاستغلال الفرص وتخليص المباراة في وقتها الأصلي دون اللجوء إلى الركلات الترجيحية، لأن الركلات الترجيحية خلاص يعني حظ، ممكن تسجل ممكن تضيع وتخسر وتودع كأس الملك، لكن يجب أنك تستغل الوقت الأصلي للمباراة وتسجل وتريح روحك وتبتعد عن الركلات الترجيحية. لكن إذا استمر التعادل خلاص ما لنا إلا الركلات الترجيحية، سواء التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي.
فمية تماس عمر دعيش تسع عندي حققت كأس الملك الأهلي 5 مرات، النجمة 6 مرات، الرفاع 6 مرات، الرفاع الشرقي 3 ألقاب، والحاد لقبين، والشباب لقب واحد، والحد لقب واحد، والمنامة هو الآخر حقق كأس الملك مرة واحدة فقط. نصل النسخة 45 تلائم الموسم 77-78 ولغاية هذا الموسم 2021 2022 سابقة حقيقة تحضر الاهتمام الكبير والبالغ بأهميتها. سابقة كأس الفريق يطمح الفوز بالكأس، كرة شرقاوية، حاول سامي الحسني حاول يمر، حكم مريب يقول ما فيش، أنا قريب وأنا الصح وأنا قريب للكرة العربية، حاول الرفع الشرقي المرة هذه خطأ، المرة هذه حكم مريب يحتسب خطأ وبينادي على لاعب الرفع الشرقي جاسم خليف يقول له يا خليف اهدى يا جاسم، حكم مريب يحتسب خطأ ويأشر على مكان حدوث الخطأ لمصلحة نادي الرفاع الشرقي، لمصلحة هذا المحترف الأردني سعيد مرجع. خمسة وخمسين دقيقة شوط المباراة الثاني والتعادل ما زال مستمر. ركلة حرة البرازيلي لويس من ركلة حرة مباشرة، ممكن هذا اللاعب أيضا متخصص في الكرات الثابتة ولاعب يجيد الكرات الثابتة. ميس البرازيلي في مكان حلو جدا للبرازيلي لويس، هل يستطيع من خلالها تسجيل هدف أول شرقاوي؟ تعادل ما زال مستمر، يتقدم يلعبها، الله الله جول، هدف أول شرقاوي، حطها وبالتالي هدف أول للرفاع الشرقي. وين راح اللاعب؟ هنا الحب الكبير، وبالتالي لويس حط من كرة ثابتة. شوف ليوث أول هدف الشرقاوي، الله، ولا أروع ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع من هذا الهدف من كرة ثابتة، حطها في الدقيقة راح نشوف حطها في الدقيقة 56 كهدف أول في المباراة، أول أهداف في اللقاء، أول أهداف في المباراة، وبالتالي تقدم الرفاع الشرقي بهدف. شوف رغم المستوى الكبير اللي قدمه المنامة، لكن من كرة ثابتة استطاع البرازيلي لويس من تسجيل أول أهداف في المباراة ليتقدم الرفاع الشرقي بهدف وقابل لا شيء في الدقيقة بالتحديد 56. أجمل أهداف أيضا هذه المسابقة على بعد تقريبا 27 ياردة وضحها وحطها حط البرازيلي لويس. لم يتماس تلعب سريعة جهة أحمد نبيل، الآن راح تشوف المستوى الحقيقي للفريقين، الهدف هو اللي راح يحرك مشاعر اللعيبة سواء الشرقاوية أو المنامة. هل تستمر المباراة على هذه النتيجة؟ هل يحافظ الشرقاوية على هذا الهدف؟ لسه بدري الحكم على النتيجة، ممكن الرفاع الشرقي يضاعف النتيجة وممكن المنامة يعود للتعادل ويقلب النتيجة ويقلب الطاولة على الرفاع الشرقي. كرة القدم أهداف،
راح تحلو المباراة في شوطها الثاني. حمامية لسامي الحسيني بيحاول يمر خلصها محمد الحلاق سعيد مرجان فرانكوني هذا سعيد مرجان خلص منه توصل المنامة أمامية عيسى موسى عيسى يحاول يمر من عمر دعيج خلص عمر أحمد نبيل محمد أحمد ورد السلامة أمامية محمد الحلاق عيسى موسى عيسى ما يمر خلص علي ناصر في خطأ لمصلحة نادي المنام في خطأ لمصلحة نادي المنام حكم برا يقول لمصلحة عيسى موسى شوط المباراة الثاني ستين دقيقة شوط المباراة الثانية وتقدم الرفاع الشرقي بهدف من كرة ثابتة هدف جميل جدا في الدقيقة 56 هذا حكم مباراة الحكم عيسى عبد أنا قلت يعني قبل تسجيل هدف اللاعب البرازيلي لويس متخصص في الكرات الثابتة ودائما له في هذه الكرات خطأ لمصلحة نادي المنامة عيسى موسى هل يستطيع المنامة من تعديل النتيجة نتابع باقي 30 دقيقة نصف ساعة كفيلة للفريقين وعيسى موسى من كرة ثابتة ركلة حرة مباشرة ما زال الشرقي متقدم بهدف عيسى موسى تمر خلص علي ناصر طويلة خلصها محمد أحمد عيسى موسى محمد أحمد لحارس المرمى عمار محمد نصف لعب المباراة عيسى موسى وأنا شايف أيضا مدرب الفريق هيثم جطل راح يجري تبديل الأول راح يجري تبديل الأول عبد اللطيف ينزل مكان اللاعب رقم 32 عيسى جهاد هذا مهدي عبد اللطيف طلع نزل عيسى جهاد تعزيز خط هجوم المنامة في شوط المباراة الثاني عيسى موسى كرة معه ثمانية ورد السلامة خدوهات أمامية النقل فرانكوني فرانك بيحاول تغطية موجودة من رفاعة شرق اثنين مع فرانكوني خلص من أمامه ليث هاشم في لمسة يد على فرانكوني بعد ما قدم المنامة الشوط جميل جدا وأداء جدا رائع في الشوط الأول وكان هو الأكثر استحواذ وأكثر خطورة لكن عاد الرفاع الشرقي ومن كرة ثابتة للبرازيلي لويس في الدقيقة 56 استطاع من أن يضع الرفاع الشرقي في المقدمة وبهدف جميل جدا وأولى أهداف الدور النهائي أو أولى أهداف دور الثمانية ارتفعت نسبة أهداف كأس الملك إلى 31 هدف الآن تبعد إلى خارج ملعب رمية التنس ورد السلامة ملعب التماس منامية ملعب السريعة الحلاق عيسى موسى وفي خطأ لمصلحة نادي المنام Thank you.
طبعا الان الوقت يمر سريع جدا، الان الوقت يمر سريع جدا على لعيبه الملامه. عيسى موسى هذا حارس المرمى، محمد الدوسري حارس مرمى الرفاع الشرقي، تلعب من عيسى موسى عاليه، قاعد يلعب رفاع الشرقي وتسديده اتمر خارج ملعب ركله اتمر. هذا طبعا لاعب المحترف السوري محمد فارس عناوط، لعب مع الجيش السوري مع الدين السوري، كذلك وجود محمد حلاق وجود ورد السلامه. حمد الدوسري شوط المباراة الثاني 65 دقيقة أي 20 دقيقة مرت، وما زال الرفاع الشرقي متقدم بهدف. بعدها خليفة عيسى إلى رمية تماس، محمد أحمد، أحمد نبيل، ورد السلامة، أحمد موسى ما تمر كرة اللاعب الملامة توصل تغيير اللعب جهة اليسار، محمد أحمد، عيسى موسى، محمد الحلاق، ورد السلامة، عيسى موسى كرة معاه أو أحمد موسى عالية داخل منطقة الجزاء خطرة هذه قريبة للاعب الرفاع الشرقي خلصها. محمد أحمد أمامية لعيسى موسى، عيسى يبعدها لاعب الرفاع الشرقي عمر العيج إلى خارج ملعب ركلة ركنية. ركلة ركنية لمصلحة نادي المنامة. عيسى موسى تلعب ركلة ركنية عالية، شيل حارس المرمى، تهيأ خطرة، حاول التسديد، تسديدة أيضا تبعد تبعد، سدد محمد الحلاق، حكم ورم صفر خطأ لمصلحة نادي الرفاع الشرقي. إذا الشرقاوية نادي الرفاع الشرقي تأهل إلى نهائي كأس جلالة الملك 7 مرات وفاز بالكأس 3 مرات في النسخة رقم 22 موسم 98-99 الشرقي فاز على الحالة 1-0، في النسخة رقم 23 الشرقي فاز في موسم 99-2000 الشرقي فاز على القادسية 3-1، في النسخة رقم 37 2013-2014 الشرقي فاز على المسيتين 2-1. منامة كذلك حقق كأس جلالة الملك مرة واحدة في نسخة رقم 40 موسم 2016-2017. كرة شرقاوية، صاحب الهدف لويس، أيضا الرفاع الشرقي في طريق الإجراء تبديل ثاني، كرة ملعوبة عليه خطرة لا تزال شرقاوية، خليفة عيسى خطرة سامي أو مرجان، راي مرفوعة راي مرفوعة راي مرفوعة وفي تسلل الشرقي. طبعا هذا اول هذا اول تبديل راح يطلع طبعا عبد الله عبدو يستعد مكان جاسم خليف، يطلع جاسم خليف ينزل مكانه عبد الله عبدو اللاعب رقم 11. كل فريق أجرى تبديل واحد، هنا نزل عيسى جهاد والشرقي نزل عبد الله وكان جاسم خليف. محمد فارس عرناؤوط، أحمد نبيل، شوط المباراة الثاني 68 دقيقة وما زال الرفاع الشرقي متقدم بهدف.
تحقيق هدف جميل جدا من البرازيلي لويس في الدقيقة 56. رمية تماس عمر دعيج الظهير الأيمن الشرقاوي. بمناسبة الفريقين اللي أمامنا على مستوى الدوري التقوا 45 مرة منذ موسم 79 إلى هذا الموسم القسم منذ موسم 89 إلى هذا الموسم القسم الأول التقوا 45 مرة على مستوى الدوري. فاز الشرقي في 20 مباراة وفاز منامة في 10 لقاءات وتعادل الفريقين في 15 لقاء. وعلى مستوى مسابقة كأس دلالة الملك هذا هو اللقاء الرابع اللي يجمع الفريقين. أول مرة يلتقون الفريقين في دور ربع النهائي، التقوا ثلاث مرات في دور 16. ورد محمد الحلاق كرة معه. عيسى موسى. ورد السلامة. أحمد موسى. عيسى جهاد. حلوة، تمر، خطرة، منامية. خلص وصل علي ناصر. سامي الحسني. خليفة عيسى اللافي. شرقي. شرقي مرجان. سعيد مرجان لخليفة عيسى. عرضية خطرة الحسني. خلص خلصها. محمد أحمد. ورد السلامة. فرانكوني. شوط المباراة الثاني 70 دقيقة أي 25 دقيقة وباقي 20. كرة أمامية راي مرفوعة. مهدي عبد الجبار يقف في موقف تسلل فعلا متقدم على المدافعين. راي مرفوعة من مساعد الحكم الثاني صلاح جراحي، بينما المساعد الأول هو الدولي فيصل علوي، والحكم الرابع الدولي عبد العزيز شريدة، مقيم الحكام خالد علان، مراقب مباراة جاسم محمد، حكم المباراة حكم عيسى عبد الله، هذا الحكم اللي أدار نهائي النسخة رقم 42. كرة أمامية نسخة رقم 42 جمعت الرفاع مع الحد، يومها فاز الرفاع 2-1 بقيادة هذا الحكم عيسى عبد الله. بالمناسبة الاتحاد البحريني لكرة القدم استعان مرتين فقط بحكام من خارج المملكة، مرتين فقط في تاريخ كأس الملك. المرة الأولى في موسم 2004-2005 في النسخة رقم 28 في لقاء المحرق في نهائي اللي جمع المحرق والشباب بقيادة حكم اللبناني طلعت نجم في تبديل الرفاع الشرقي سامي الحسني، وراح ينزل مكان اللاعب مارش براون. مارش براون وياني مكان سامي الحسني. ايضا الاتحاد البحريني استعان بحكام من خارج المملكه ايضا في النسخه رقم 32 في المباراه النهائيه لجمعه المحرق والرفاع يومها بقياده حكم العماني الدولي عبد الله الهلالي فقط. كرة الآن بتوصل من خلال جهة اليمين عيسى موسى، منامية عرضية خطرة تتخلص. يعني بس الملاحظ إلى الآن حكمنا المونديالي نواف شكر الله ما دار ولا نهائي لكأس الملك لارتباطاته الخارجية. طبعاً الوقت اللي يكون فيها نهائي كأس الملك يكون حكمنا الدولي نواف مرتبط به مشاركات خارجية على مستوى دوري أبطال آسيا، على مستوى تصفيات كأس العالم، على مستوى كأس الاتحاد الأسيوي، وبالتالي حتى الآن حكمنا المونديالي ما أدار ولا نهائي حكم الدولي نواف شكر الله. طبعاً آخر حكم أدار نهائي الموسم الماضي هو إسماعيل حبيب في المباراة جمعة الرفاع والأهلي، فوز الرفاع 2-0. كلها بتوصل، الملاعب بيحاول تعديل النتيجة. محمد أحمد. ورد السلامة. فرانكوني. عيسى موسى داخل منطقة الجزاء. ورد السلامة عرضية لحارس المرمى حمد الدوسري.
قدر يعادل الكرة. ورد السلامة. كرة ملعوبة طويلة في الأمام جهة خليفة عيسى. عيسى جهاد. محمد أحمد. ماخذها خليفة عيسى. في خط. خط محتسب لمصلحة الملامة. حكم مباراة بيقول عيد الكرة والعب مكان حدوث الخط. محمد أحمد. محمد أحمد. ورد السلامة. عمامية النقل. طويلة توصل لحارس المرمى. حامد الدوسري. يعني تشوف إذا في حال فوز الرفاع الشرقي في مباراة اليوم وتأهل إلى الدور نصف النهائي راح يواجه من؟ راح يواجه الفائز باللقاء المحرق والرفاع. احنا عارفين بأن في نسختين ماضيتين الرفاع الشرقي ودع البطولة على يد من؟ على يد جاره الرفاع. لكن هل يستطيع الرفاع من اجتياز المحرق وملاقات الفائز من مباراة الشرقي والمنامة؟ هذه الأمور ما زال الحديث عنها بدري بدري بدري. الحكم أراه بيشر بطاقة صفراء. بيشر بطاقة صفراء لمنه؟ للمدرب فلوريم وتروك. أعطى بطاقة صفراء للمدرب. شوف 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 واضحة واضحة للمدرب. شوط المباراة الثاني وما زال الشرقي متقدم بهدف. ورد السلامة خطأ لمصلحة المنامة. خمسة وسبعين دقيقة وباقي ربع ساعة. ربع ساعة تفصلنا على النهاية. عيسى موسى لعبة عالية تتهيأ داخل منطقة الجزاء. طبعا المخرج زميلي يقول بأن صاحب البطاقة الصفراء هو المدافع الأرجنتيني ليوناردو فرانسيسكو. ملعوبة عيسى جهاد. راي مرفوع. راي مرفوعة في تسلل لكن الحرة غير مباشرة لمصلحة نادي الرفاع الشرقي. أيضا في تبديل. أحمد موسى. أحمد موسى راح يطلع. عبد الرحمن سيد لاعب رقم 22 وكان أحمد موسى شقيق عيسى موسى. علي ناصر. حارس المرمى عمار محمد. محمد فارس أرناؤوط. فرانك كوني. صعب الدقائق المتبقية. صعب الدقائق المتبقية من شوط المباراة الثاني. حلاق. محمد الحلاق لعبها عالي لكن قريبة لمن؟ لخليفة عيسى. تابعت محمد أحمد. خلصها خليفة عيسى لمارش براون. كور إلى خارج ملعب رمية تماس. أيضا الرفاع الشرقي شايف اللاعب رقم في طريق أيضا اللاعب الشرقاوي. شوف من راح يطلع حكم مباراة أيضا بيكلم خالد عبد الله الدوسري مساعد المدرب. هذا لاعب الرفاع الشرقي لاعب منتخبنا الوطني وابن عبد الله الدوسري أحد اللاعبين الكبار اللي أنجبتهم الرفاع الشرقي. أيضا بطاقة صفراء لخالد عبد الله الدوسري. لويس راح يطلع وبينزل مكان اللاعب رقم 26. حسين الخياط.
صاحب الهدف ودع، سوى اللي عليه وطلع، نزل مكان حسين الخياط. تبعد خارج الملعب، رمية تماس، شوط المباراة الثاني 79 دقيقة، باقي 11 دقيقة. مارش براون، أيضا رمية تماس تحول للرفاع الشرقي. اللاعب ينزل رقم 26 حسين الخياط، حسين الخياط نزل مكان لويس، توصل منامية، جهة فرانكوني قريبة للرفاع الشرقي. تلبر الثاني المنامة، محاولة لصنع هجمة ولكن ما في تركيز أبدا في خط هجوم المنامة في شوط المباراة الثاني، خاصة بعد تسجيل الرفاع الشرقي لهدفه. واضح النتيجة 1-0 لويس، دقيقة 56، الكرة ثابتة، الهدف جميل جدا. فرانكوني المنامة، محمد أحمد، عيسى جهاد، لا تزال منامية، محاولة ورد السلامة داخل منطقة الجزاء، عيسى جهاد تمر خارج الملعب، رمية تماس وبالسلامة للاعب الرفاع الشرقي. والله أنا توقعت خاصة بعد تسجيل اللويس لهدف الرفاع الشرقي، توقعت أن المنامة يقدم مستوى أفضل، خاصة أن هذه مباريات إخراج المغلوب، مباريات الكؤوس خلاص يعني ما فيها تعويض. السلامة للاعب الرفاع الشرقي، أكيد طبعا الآن الجماهير راح تزحف الى استاد البحرين الوطني لمتابعه لقاء المرتقب بين حرق رفاع، يعني نهائي مبكر، كل التوفيق لكلا الفريقين. دائما لقاء الفريقين تمتاز بالحماس والهديه والسرعه، و بالتالي ان شاء الله نستمتع بمباراه ايضا تكون واحده من اجمل مباريات دور ربع النهائي. كره ملعوبه عاليه قريب لحارس المرمى حمد الدوس. طبعا مباريات الدور ربع النهائي راح تستكمل غدا، بعد هذه المباراه هناك لقاء المحرق والرفاع، غدا الاهلي مع النجمه في المباراه الاولى والحد والخالديه في المباراه الثانيه. لكن اليوم من سيظفر بالبطاقة الأولى؟ كرة توصل خليفة عيسى، تسديدة تمر خارج الملعب. هاي طبعا براون، مارش براون اللي سدد، حمد الحلاق، عيسى موسى، فرانكوني، ورد السلامة، عيسى جهاد، محمد احمد، مر محمد احمد، عرضها، خطر، جول 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 جول، هدف التعادل المنامي، هدف التعادل المنامي، عرضيه، وبالتالي محمد احمد عرضها وعلى طول حطها في المرمى لاعب نادي منام. شوف 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 محمد احمد عرضها وحطها، وصلت وحطها في المرمى ومرت على يمين حارس المرمى حمد الدوسري كهدف التعادل
المنامي. عبد الرحمن سيد، عبد الرحمن سيد وبطاقة صفراء للبديل الناجح عبد الرحمن سيد، هدف في الدقيقة 83، هدف الدقيقة 83 عبد الرحمن سيد. تعادل 1-1، التعادل 1-1، وتفصلنا الآن 84 دقيقة وباقي 6 دقائق حاسمة، لا شك 6 دقائق راح تكون حاسمة للفريقين الشرقي والمنامة إذا ما أراد التأهل إلى الدور النهائي. طبعا حكم المباراة أيضا أشار بطاقة صفراء لصاحب الهدف عبد الرحمن سيد. تعادل 1-1، تعادل 1-1، واضحة النتيجة. لويش عبد الرحمن السيد، هدف الدقيقة 56 وهدف الدقيقة 83. كرة أمامية بنقول الرفاع الشرقي، خلصها أرناؤوط. طبعا في حال التعادل راح على طول يرجع الفريقين إلى الركلات الترجيحية في حال انتهى المباراة بالتعادل 1-1. إذا استمر التعادل ما في شوطين إضافيين، على طول نلجأ إلى الركلات الترجيحية، والركلات الترجيحية هي الحظ، لكن لا نتسرع. ليش؟ باقي 5 دقائق غير الوقت الضايع، والخمس دقائق عمر في كرة القدم. ها ممكن المنامة يقلب النتيجة على الرفاع الشرقي. أنا ذكرت إذا تابعني في تعليق على شوط ثاني قلت ممكن الشرقي يضيف هدف ثاني، أو ممكن المنامة يقلب النتيجة أو يقلب الطاولة على الرفاع الشرقي ويقلب النتيجة لمصلحته. وهذه كرة القدم، وهذه أحلى ما في كرة القدم، إنك متأخر بهدف تتعادل وتنتصر. أوه هذا أروع ما في كرة القدم. تعادل 1-1، وهدفي اللقاء في شوط المباراة الثاني. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وإحنا قلنا تعادل السلبي تعادل إيجابي ما يفيد الفريق اللجوء إلى الركلات الترجيحية. الآن عندنا التعادل، شنو عندنا؟ التعادل الإيجابي. كان التعادل السلبي 0-0، الآن التعادل الإيجابي 1-1، لكن هل يستمر هذا التعادل؟ راح نتابع. تابع معاي ما تبقى من شوط المباراة الثاني في لقاء يجمع الرفاع الشرقي والمنامة في أولى مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة أغلى الكؤوس، مسابقة كأس جلالة الملك. في النسخة رقم كم؟ 45. ليث هاشم قريبة لي، محمد فارس أرناؤوط، عيسى موسى. أنا أقدر أقول تبديل موفق لهيثم جطل. عيسى جهاد، عيسى حول التسديدة، سهلة 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 مرة خارج الملعب. أنا أقدر أقول بأن وفق المدرب السوري هيثم جطل في التبديل لما نسل عبد الرحمن سيد صاحب هدف التعادل، واللي بدل فيها مجهود ايضا لاعب الظهير الايسر محمد احمد، محمد الدوسري. نصل للدقيقة 87، باقي 3 دقائق، هل نروح الى ركلات ترجيحية او راح يخلصها واحد من الفريقين؟ نتابع. طبعا الشرقاوي يتمنون ان يخلصها فريقهم في الوقت الاصلي، كذلك جمهور المنامة ما حد يحب الركلات الترجيحية، لأن الركلات الترجيحية حظ. لكن المنامة على الأقل يقول لك على الأقل الآن أنا تعادلت، كنت من قبل الدقيقة 83 خسران أو متأخر، الآن أنا تعادلت عند الركلات الترجيحية، أشو من خسارة؟ عمر دعيج في لاعب ساقط على أرض ملعب المباراة، عيسى جهاد، خطرة هذه المنامة، محمد الحلاق. طالت 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 على محمد الحلاق ومرت خارج الملعب ركلة مرمى. السلام للاعب الرفاع الشرقي. هذا المدرب السوري هيثم جطل، وفق وتبديل لعيبته من خلال الشوط الثاني وقدر يعدل النتيجة. ويوريم وتروك
الى الان حائر، ونتائج حقيقه يعني في الموسم الماضي وصل مع الرفاع للوصيف، لكن مع الشرقي بالوصافه، لكن الجمهور الرفاع الشرقي يطمح لي اللقب الدوري او لكاس الملك. الثاني شبعوا منه الوصافه، شبعوا منها الوصول الدور قبل النهائي، شبعوا منه. لا، الجماهير فريقين منام والرفاع، الكاس ما في احلى من شيل الكاس والوصول لمنصه التتويج والوصول للمباراه النهائيه، وهذا ما يبي بطريق مفروش بالورود. لا والله، كره توصل عيسى موسى، بيمر عيسى تتخلص. اوه، حكم المباراه محتسب خطا للمنامه في مكان خطر جدا، وحكم المباراه ينشر بطاقه صفراء لخليفه عيسى اللافي المحتج على قرار حكم المباراه. لا، اليوم البطاقات الصفراء صرت. حكم مباراة عيسى عبد الله، هنا عبد الله عبدو كذلك، هو أيضا يكلم حكم المباراة، وحكم مباراة يبعد لعبة الرفاع الشرقي، ونصل للدقيقة 89 وداشين خلاص، نقترب الدقيقة 90، خلاص دقيقة 90، أي إحنا بانتظار أربع دقائق، عط الحكم الرابع، شوف الحكم الرابع مرفع، أربع دقائق وقت بدل ضايع. اكتسب حكم المباراة الحكم عيسى عبد الله بالنسبة لشوط المباراة الثاني، وفي الشوط الأول احتسب دقيقتين، إذا تذكر معاي في الشوط الأول احتسب دقيقتين، الآن احتسب أربع دقائق، وفي خطأ في مكان جيد الرفاع الشرقي استغلوا الكرة الثابتة، البديل اللي طلع لويس حط هدف في الدقيقة 56، هل يستطيع عيسى موسى من تسجيل هدف ثاني للمنامة؟ راح نتابع الركلة الحرة المباشرة والتعادل 1-1، التعادل 1-1، عيسى موسى يلعبها مرة خارج. لما نفذ اللاعب البرازيلي لويس، أنا إيش قلت؟ قلت هذا اللاعب متخصص، وهذا اللاعب يعني له في هالكرات، لكن لما تقدم عيسى موسى يعني ما انت من الشعور بنفس شعوري مع البرازيلي لويس، وفعلا ما خاب شعور عيسى موسى. الله حبيبه مهدي عبد الجبار اللي ما بان في الشوط الثاني، له فرصة واحدة في الدقيقة 22 في الشوط الأول، واختفى مهدي عبد الجبار هداف دوري ناصر محمد بثمانية أهداف، آخر هدفين سجلهم في مرمى من؟ في مرمى حد في الجولة السابعة. وكل مباراة ظروفها، لكل مباراة ظروفها. فارس أرناؤوط، أحمد نبيل، عمار محمد، أي خطأ الآن خلاص ما في مجال للتعويض، أي خطأ سواء للمنامة أو للرفع ما في مجال للتعويض، إحنا في الوقت بدل ضايع المحتسب، مرة دقيقتين وباقي دقيقتين. خياط حسين الخياط، مارش براون، مارش براون كرة معاه خارج الملعب، ركلة مرمى، كبار يقول ركلة مرمى، محمد الحلاق، عيسى الجهاد كرة معاه ورد السلامة، خطأ لمصلحة ورد السلامة، هذا طبعا لا لمصلحة اللاعب رقم 7 محمد الحلاق، هذا ورد السلامة 8 لمحمد الحلاق، 7 إلى فرانك كوني، فرانك اللي راح يخطف هدف الآن راح أقول له مبروك، اللي راح يسجل راح أقول له مبروك على التأخر، ما في مجال للتعويض خلاص الآن، إحنا في الوقت بدل ضايع المحتسب. مارش براون، فرانكوني طويلة، المنامة ما يبغي ركلات ترجيحية، والرفاع أيضا كذلك ما يحب ركلات ترجيحية، وعيسى موسى حلاق، عيسى موسى خطرة تبعد إلى خارج الملعب وركلة ركنية.
تشوف عيسى موسى وبعدها خياط فرانكوني ورد السلامة خطرة هذه عيسى جهاد عيسى كرة معاه يلعبها إلى حارس المرمى حمد الدوسري أوه حبست أنفاس شرقاوية حبست أنفاس شرقاوية في الكرة هذه وصلت لحارس المرمى حمد الدوسري خلاص يبدو فريقين راح يلجؤون إلى الركلات الترجيحية حكم المباراة اللي واضح معك على الشاشة عيسى عبد الله يطلق الصفارة لنهاية شوط المباراة الثاني ولكن المباراة إلى الآن ما تعرفنا على نتيجتها إلا بعد لجوء الفريقين إلى الركلات الترجيحية طبعا أنا راح أخذ استراحة وراح أعود طبعا للزملاء في الاستوديو التحليلي إذا جاهزين زملائي في الاستوديو التحليلي للحديث عن شوط المباراة الثاني قبل أن أعود للركلات الترجيحية طبعا الكلمة راح تعود للزملاء فهد بوتشيري وغازي الماجد وحسن نشا شكرا محمد إذا التعادل الإيجابي بين الشرقي والمنامي راح للمباراة إلى الركلات الترجيحية طبعا راح نتكلم بشكل سريع مع محلي قناة البحرين الرياضية كابتن غازي الماجد وكابتن حسن كابتن غازي هذا الهدف الأول للويس اللي تقدم من خلال الشرقي في مجريات الشوط الثاني وعادل النتيجة المنامة عن طريق الهدف طبعا في الربع ساعة الأخيرة عن طريق عبد الرحمن السيد هذا الهدف كرة أعتقد غلطت الحارس حمد الدوسري كابتن غازي شوف الشوط مثل ما تقول لو فاز الشرقي نقول الشرقي باقي المباراة على المنامة يعني سرق المباراة المنامة كان أفضل الشرقي استطاع أن يسجل الكرة الثابتة مثل ما ذكرت بين الشوطين قلت لك أنا الشرقي إذا بيسجل الكرة الثابتة وفعلا كان ممكن نحافظ على الهدف ويطلع فايز بالمباراة لكن المنامة قدر يرتب صفوفه هاجم لأن بعد الشرقي في الأورين عطل منام المجال الأكثر كانت تغييراته كلها دفاعية على أساس أنه يحافظ على الهدف اللي سجله لكن أنت في النهاية ما تقدر تدافع 90 دقيقة تم تسجيل الهدف عن طريق نفس الأسلوب اللي انتهج المنام في الشوط الأول اللي هو على الكرات العرضية وخاصة من الجهات اليمين وقدر يسجل هدف وأضاع بعد فرصتين مثل ما تقول المنام كان الأفضل لكن مباريات الكؤوس هذه يعني مثل ما قلت سيناريوهات مالها هي ممكن يكون الفريق الأقل مستوى الأكثر حظ هو اللي يفوز في المباراة نعم حسن المنام على غير العادة يرجع في المباراة في الرمغ الأخير اي بالضبط الحين صار لنا فتره طويله ما شفنا المنام يرجع في المباراه في نهايته يعني في الرمق الاخير الشوط الثاني يمكن ما تغير في شيء فهد انا اشوف ان المستوى ما تغير المنامه يعني يمكن صار ابطا في لعبه واحده يمكن هو سرع اللعب قدر محمد احمد انه هو يركز في لعبه واحده توغل فيها عكسيه هذه اللعبه بالضبط عكسيه و فينيشينج يمكن كان في شويه حظ مع 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 عبد الرحمن السيد انه هو قدر يسجل غلط فيها حمد الدوسري الرفاع الشرقي ما شفناه غير الركله الثابته بفراس قال انه اذا الشرقي بيسجل من كره ثابته وهذا اللي صار غير اللعبه ذي ما شفنا اي شيء من الشرقي تراجع كان كبير من بدايه الشوط الثاني من يوم ما سجلوا الوقت اللي سجلوا فيه رجعوا فما شفنا يعني الاداء فنيا ما تحسن في الشوط الثاني باستثناء الهدفين اللي شفناهم يعني الفرص ما كانت كل يعني خطره ما كانت فرص كبيره يمكن رجوع مستوى بعض اللاعبين انا اتكلم عن المنامه رجوع مستوى بعض اللاعبين اثر بشكل كبير اللي صار اليوم فهد يمكن درس لهيثم جطل ان اي فريق يقدر يحتوي مهدي عبد الجبار راح يسبب له مشكله كبيره صحيح وجود مهدي عبد الجبار في كماشه دفاعيه راح تسبب مشكله كبيره حق هيثم جطل في مباراه الدوري لان ما في حلول شفنا احنا كلنا ما كان في حلول باستثناء وجود يعني دخول عيسى جهاد تحركات فرديه
وعبد الرحمن سيد تمركزه الصح اللي كان في منطقة الجزاء قدر انه هو يسجل، غير كذي مهدي كان مختفي تماما في مباراة اليوم. نعم، ننتقل لركلات الترجيح اللي راح تحسم المتأهل من لقاء المنامة والشرقي بصوت المعلق محمد سويد. دائما ما نقول انها هي ركلات حظ، ولكن اذا تأيدني معلقنا ان التميز للحراس وايضا مهارة التسديد من اللاعبين هي اللي راح تحسم المتأهل في هذه المباراة. الكلمة لك ابو محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة بكم مرة ثالثة للقاء الرفاع الشرقي والمنامة. الآن بعد إجراء القرعة الثانية، طبعا القرعة الأولى أجروها قبيل انطلاق المباراة، الآن القرعة الثانية لمن راح يبدأ أول ركلة. اختيار المرمى، طبعا المرمى راح يكون على يسار السادة المشاهدين، هذا فلورين موتروك كان فرحان بالنتيجة إلى الدقيقة 83. عاد هيثم جط المدرب السوري وعدل معاه النتيجة، وبالتالي تعادل 1-1. من راح يبدأ أول ركلة؟ الرفاع الشرقي. من راح يبدأ أول ركلة؟ يبدو الرفاع الشرقي. أنا شايف حارس المرمى عمار محمد. أول ركلة عبد الله عبده ولا من؟ راح نشوف. عرف على اللاعب، عطنا اللاعب يروح ينفذ اول ركله. اللي راح يبدا الرفاع الشرقي. ترقب لا شك. طبعا خلاص الركله ترجيحيه حظ. ركله ترجيحيه حظ. الرفاع الشرقي راح يلعب اول ركله. حكم مباراة يكلم حمد الدوسري ويكلم عمار محمد. حارسي مرمى الفريقين. هذا عمار محمد لاعب الرفاع الشرقي. عبد الله عبدو أول ركلة. عبد الله عبدو سجلها ولا يضيعها؟ ها شو تقول؟ سجلها ولا يضيعها؟ أول ركلة. عبد الله عبدو اول ركله ترجيحيه للرفاع الشرقي. عبد الله عبدو يلعبها جول. سجلها عبد الله عبدو. اول ركله للشرقي سجلها عبد الله عبدو. طبعا يعطي دافع كبير لبقيه اللعيبه. لما اللاعب تشوف ليش المدرب يكون ذكي اختياره لأول لاعب جدا مهم. ليش؟ لأن المسؤولية تقع على أول لاعب، إذا ضيع أحبط البقية، وإذا سجل شجع البقية. شوف الآن مهدي عبد الجبار هداف الدوري. مهدي عبد الجبار أول لاعب راح يسدد من لعيبة المنامة. أول ركلة منامية مهدي عبد الجبار. مهدي للركلة الأولى للمنامة. مهدي عبد الجبار يتقدم جول. سجلها مهدي عبد الجبار. الآن التعادل ركلة بركلة. رفع الشرقي منه ليث هاشم. ليث هاشم شوف الركلة الثانية الشرقاوية تعادلين ركلة بركلة. عبد الله عبدو سجل، مهدي عبد الجبار سجل، وليث هاشم ها يا ولد هاشم سجل ولا تضيع. كنا ترقب من خلال الجمهور متواجد ومن خلال اللي يتابعونا عبر قناة البحرين الرياضية. ليث هاشم يلعبها جول. سجلها ليث هاشم. الآن الدور على عيسى موسى الكابتن. الآن الدور ركلة ثانية عيسى موسى. هذا ليث هاشم. عبد الله عبدو سجل، ليث هاشم سجل،
الملامة مجد عبد الجبار سجل، وراح نشوف الركلة الثانية عيسى موسى. طبعا هناك العديد من المباريات أيضا اللي انتهت بالركلات ترجيحية في الدور التمهيدي وفي أيضا دور الستعش، وهذه أول مباراة تنتهي بركلات ترجيحية في دور الثمانية. عيسى موسى ثاني ركلة للمنامة، يسجلها ولا يضيعها؟ عيسى ولد موسى يتقدم لتنفيذ الركلة الثانية المنامية، عيسى يلعبها جول سجلها، تعادل أيضا 2-2 الآن. الركلة الثالثة راح نشوف من اللاعب، يبدو اللاعب رقم 6 المحترف الأردني سعيد مرجان. تأكد من اللاعب المحترف فعلا سعيد مرجان. ركلة ترجيحية الثالثة، تعادلين 2-2، كل فريق سجل سنتين. الآن المحترف الأردني سعيد مرجان، سعيد يتقدم ويلعبها جول، قوية. شوف يعجبك اللي يلفز ركلة الجزاء، يعني ركلة ترجيحية العبها بكل قوة، ما في تهاون في الركلة، يعني تتلعبها في زاوية ولا تلعبها وبعد لا 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 لا، حطها بكل قوة لكن تركيز. الآن عيسى جهاد، الركلة الثالثة الملامية، الشرقي عبد الله عبدو سجل، ليث هاشم سجل، سعيد مرجان سجل، الملامة مهدي عبد الجبار سجل، عيسى موسى سجل، عيسى جهاد، عيسى سجل. لا ندور عليك يا ولد جهاد، عيسى جهاد الركلة الثالثة للمنامة، يسجلها ولا يضيعها؟ عيسى يتخدم ويحطها، ضاعت. احنا قلنا بكل قوة لكن يا حبيبي يبي لها تركيز، ركز يا عيسى جهاد، ضاعت ركلة الترجيحية الثالثة على المنامة، أصبحت النتيجة النتيجة واضحة عليك يا كابتن. الآن منو الرابعة منو؟ هل هو مارش براون غوياني ولا ليوناردو فرانسيسكو؟ خلينا نشوف اللاعب. لا هذا مارش براون. الركلة الرابعة، الشرقي ما ضيع، عيني عليك بارد يا الشرقي. مارش براون الرابعة يحطها، ضاعت، شالها حارس المرمى، تحسب لحارس المرمى عمار محمد. أنتونيو أقول عيني عليك بارد يا شرقي. عموما ضاعت على مارش براون، عادت اللي شوي الملامح تتغير على المدرب هيثم جطر. الآن فرصة متاحة للمنامة بعد ما ضيع الرفاع الشرقي الركلة الرابعة، لكن إذا ضيع المنامة هذه الركلة صعب العودة. اللاعب رقم 7 محمد الحلاق المحترف السوري، والرابعة للمنامة، محمد يتقدم ويلعبها جول، عاد الفريقين وتعادلوا وكل فريق ضيع ركلة. الشرقي سجل لهم عبد الله عبدو وليث هاشم وسعيد مرجان وضيع مارش براون، المنامة سجل مهدي عبد الجبار وعيسى موسى وضيع عيسى جهار وسجل محمد الحلاق. الآن الدور على من؟ هاي الركلة الخامسة للشرقي، الركلة الخامسة للشرقي. هل هو اللافي؟ خلي في عيسى اللافي وخلع تشوف، عطنا اللاعب، خلينا نتعرف على رقم اللاعب، خليفة عيسى اللافي. يتقدم الشرق الخامسة، يلعبها جول، عطها خليفة عيسى، خلاص الآن الرفاع الشرقي أدى اللي عليه. الركلة الخامسة للمنامة هذه هي راح تكون الحاسمة،
الركلة الله يساعد اللاعب اللي بسدد الخامسة. الآن كل العبء على من هو؟ على ورد السلامة. يا ورد يا ورد يا ورد أنت يا ورد السلامة، العب عليك الله يكون في العون. هو عب جمهور المنامة، هو العب النفسي، هو لكن محتاج له تركيز، محتاج له تركيز. الركلة الخامسة ضاعت خلاص، الرفاع تأهل. ورد السلامة يلعبها يحطها خلاص. الشرقية يتأهل إلى الدور قبل النهائي. الشرقاوية يتأهلون إلى الدور قبل النهائي، وأول الواصلين وأول الواصلين إلى الدور قبل النهائي الرفاع الشرقي. مبروك للرفاع الشرقي، مبروك. هذه الركلة اللي شالها حمد الدوسري، اللي شالها يعني كل حارس شال له ركلة، عمار شال وحدة وحمد الدوسري شال وحدة، وبالتالي ورد السلامة خلاص المنامة ودع كأس الملك، والرفاع الشرقي تأهل إلى الدور قبل النهائي لملاقاة الفائز من لقاء الرفاع والمحرق. ومن الممكن في حال فوز الرفاع على المحرق راح يكون هو اللقاء الثالث بين الجارين لثلاث بطولات متتالية. مبروك للرفاع الشرقي وهارد لك للمنامة، وهي طبعا الركلات الترجيحية. في الختام تقبلوا تحيات محدثكم ومعلق هذه المباراة محمد حسن سويد، والعودة إلى الزملاء في الاستوديو للنتيجة 5-4، والعودة إلى الزملاء في الاستوديو فهد بوتشيري، غازي الماجد وحسن الحسين. إلى اللقاء. شكرا محمد سويد. نقول أول شيء حظ أوفر للمنامة خروجه من منافسات كأس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ونبارك للرفاع الشرقي التأهل لدور نصف النهائي من هذه المسابقة الغالية. عودة بالتحليل مع محلل قناة البحرين الرياضية كابتن غازي الماجد وكابتن حسن المسوي. أبتدي معك كابتن غازي. الشرقي بتألق حمد الدوسري يفوز.